لازم افكر في العيانه اللي قدامي بعد ما تخرج وبعد فتره الـ40 هتعيش حياتها طبيعي ولا لا؟ الموضوع مش ولاده قيصريه وانتهت. بواقي الدوره الشهريه متجمعه جوه الرحم، ما بتنزلش في الجيب اللي موجود في الرحم. الفتبه كلمه تعني بالطب كده عدم استمراريه نسيج معين في انه يكون بشكل مستمر، يكون يعني متصل. الالام اثناء العلاقه الزوجيه او دم بينزل بصوره غير اللي هي متعوده عليها او في وجود تاخر في الحمل. ووجدنا بالاشعه المهبليه العاديه خالص نيش، لابد من العلاج. بلاش ان احنا نفرط في استخدام القيصريه بناء على هي مش بالطلب. الدكتور محمد حسني، استشاري النساء والتوليد والعقمة، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، استشاري جراحة المناظير، ماجستير الحقن المجهري بجامعة ميسينا بإيطاليا، دبلومة المناظير المتقدمة بفرنسا، دبلومة المناظير الدقيقة بالهند، عضو الجمعية المصرية للخصوبة والعقمة، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقمة، عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة والعقمة، عضو الجمعية المصرية لتدخل الجراحات الدقيقة. واحدة من حلقتنا القيمة جدا في عالم تأخر الإنجاب، هذا العالم المثير، العالم اللي دايما بيخلينا نفكر إيه السبب. في عوامل كثيرة دلوقتي تلام بأنها تحدث تأخر إنجاب، من ضمنها مثلا الأكل الدسم، الأطعمة الأوفر الدسمة، السمنة وتأثيرها على الهرمونز بتاعت الست، أكل المواد المصنعة، مش هقول الأطعمة لأنها مش أطعمة الحقيقة، هي مواد مصنعة، بولو بيف بقى والبسطرمة والحاجات اللي مش حلوة دي بقى، خلاص كفاية بقى، ما خلاص كانت موضة وخلصت. المشروبات الغازية برضه كانت موضة وخلصت. التدخين ما كانش أبدا موضة، طول عمره كارثة. الأطعمة اللي فيها هرمونات زي الفاست فود في منتهى الخطورة. السهر، عدم الانتظام في النوم، بليم ملام. الحاجة برضو المهمة قوي العصبية. والغريب يا أخي اليومين دول إن أنا ملاحظ إن الستات بقوا عصبيات كتير، بنلاحظ وأنت ماشي في الشارع تلاقي ست عصبية جنبك بتسوق بعصبية تنرفز. الستات ما كانوش كده، إيه اللي حصل خلى الستات يبقوا عصبيات؟ وده بيأثر على قدرتهم على الإنجاب. هل في مشكلة ما في الهرمونات الخاصة بالستات في الأكل وإلى آخره، التعرض ليه اللي احنا قلناه ده كله أثر فخلاهم عصبيات؟ سؤال مهم. لكن يبقى الورم الليفي، تحس انه نجم شباك، تحس انه متربع كده على عرش المعيقات للحمل. النهارده عايزين نعرف نجم الشباك ده موقعه ايه بالظبط، نفهم الكلام ده بالتفصيل النهارده مع ضيفي العزيز المبدع دائما اللي بيسعدني بحواره العلمي الدقيق دائما، اللي دائما حواره towards the point، اتجاه الهدف، لكن تسمعوا دايما الموست ابديت، الاحدث والاهم والاقوال الفاصله في اشياء قد يختلف عليها حتى المدارس العلميه. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور محمد حسني، استشاري امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب والحقن المجهري وجراحات المناظير، صاحب ماجستير الحقن المجهري من جامعه ميسينا بايطاليا، ودبلومه جراحات المناظير المتقدمه من الهند، وجراحات المناظير الدقيقه من فرنسا، والجمعيه المصريه للخصوبه والعقم وتاخر الانجاب، الجمعيه الاوروبيه للخصوبه وتاخر الانجاب، والامريكيه للخصوبه وتاخر الانجاب، والجمعيه المصريه للتدخل الجراحي الدقيق. ضيف العزيز اهلا بك. تبقى دايما الاورام اللي فيا نجم شباك عندكم ليه؟ لان هي من الاشياء اللي بتبقى ظاهره بالتشخيص البسيط اللي احنا بنشوفه على طول، وبقت زي ما حضرتك ما كلمت في بدايه الحلقه اللي فيه بعض الحاجات اللي بدات تظهر في حياتنا اليوميه بسبب الاكل اللي مش مظبوط، فبيأثر على هرمونات السيده، فبيبدا يظهر
نشاط لبعض الخلايا اللي موجودة في جدار الرحم اللي بتكون الأورام اللي فيها. الأورام اللي فيها دايما احنا بنقول عليها اللي هي هايبر استروجينيك ستيت، دي حالة من زيادة هرمون الاستروجين في الجسم، فده يؤدي إلى نشاط في خلايا الرحم فبعضها يؤدي إلى الورم اللي فيها. فده عشان كده بقت موضة. الأورام اللي فيها يعني لما نتكلم عليها دلوقتي ما عادش ليها دعوة بالحجم الورم الليفي زي ما كنا بنفكر فيها زمان، بقى في مكان الورم الليفي ما عادش ايج اميون، ما عادش مثلا هو بيظهر في السيدات الكبار وما بيظهرش في الصغيرين، لا دلوقتي هو ممكن يظهر في الصغيرين اكتر من الكبار. الموضوع بقى حساس شوية بزيادة عشان احنا ممكن نضطر لاستئصال الرحم في السيدات اللي فوق 40 سنة. برضو كان زمان بالسيدة اللي فوق 40 سنة وعندها ورم ليفي وبتستجيب بالعلاج نقول لها استني لحد ما توصل لسن اليأس والورم الليفي هيبدأ يحصل له ريجريشن، اللي هو هيبدأ يحصل له ضمور، وبعد 50 سنة خلاص ما عادش فيها بقى فيه هرمونات في جسمك. لا، بعض الحالات وحالات كتير جدا المشاكل الورم الليفي بتستمر لحد سن بعد سن اليأس وأعراضه بتبدأ بتشتد لأن هرمون الاستروجين استيل لسه موجود حتى بعد ان المبيض ما عاد شغال، لان في مصدر غير المبيض اللي هو الاكل من بره والعادات اللي الغذائيه السيئه والسمنه طبعا المنتشره جدا اليومين دول. يعني ازاي بنقسم الاورام اللي فيها؟ الاورام اللي فيها احنا بنقسمها تقسيمتين، تقسيمها حسب حجم الورم الليفي وتقسيمها حسب مكان الورم الليفي. حسب حجم الورم الليفي اللي هو اورام الليفية اقل من 5 سم واورام الليفية اكتر من 5 سم، ودي القرار فيها بيختلف من حالة لحالة. لكن التقسيمة الأساسية للأورام الليفية اللي هي الفيجي كلاسيفيكيشن اللي هو مكان الورم الليفي بيتقسم من 1 لحد 7، من 0 لحد 7. 0 اللي هو موجود جوه تجويف الرحم، هو مش موجود في الرحم بقى، موجود جوه التجويف اللي هو كله على بعضه، الورم كله على بعضه زي ما الرسمة الموجودة اللي هو 0 اللي هو متعلق في علقة كده في الرحم من جوه. في اللي هو الواحد اللي هو اكتر من 50% من الورم الليفي موجود جوه تجويف الرحم. الفيجو 2 اللي هو بيبقى عباره اكتر من 50% موجود خارج تجويف الرحم، اللي هو اقل من 50% موجود جوه تجويف الرحم. الفيجو 3 اللي هو موجود في جدار الرحم وتاتشنج الكافيتي، يا دوبك انا لو دخلت بالمنظار الرحم مش هشوفه بس هو تاتشنج الكافيتي. بعد كده بنبدا بقى ايه 5 و6 و7 اللي هو بيبقى موجود بره ويطلع بره ايه بره الرحم. طبعا مكان الورم الليفي هو اللي بيؤثر وهو الاكثر تاثيرا واكثر ظهور للاعراض للسيده، لان مش كل واحده عندها ورم ليفي بتشتكي. في سيدات كتير بيجوا لي العياده ما بيشتكوش من اي حاجه خالص وجايين بيشتكوا من شكوى تانيه، اعمل لهم اشعه تلفزيونيه اكتشف اللي عندهم ورم ليفي. فهو مش كل واحده عندها ورم ليفي بتشتكي ومش كل واحده عندها ورم ليفي لازم يكون في تدخل في العلاج. فهو مكان الورم الليفي هو اللي بيحكم الاعراض وهو اللي بيبقى اكثر شديه في الاعراض. طيب هو الورم الليفي اللي موجود ده مكانه مثلا اخطرهم، مش هقدر اقول اخطرهم يعني اقول مثلا اللي هو اشدهم ظهورا للاعراض اللي هي اللي هو الزيرو والواحد والاثنين والثلاثه. ليه؟ لانه بيبقوا اكثر قرب لتجويف الرحم، بقيت الاورام اللي فيها بتبقى موجوده بره تجويف الرحم فما بيبقاش في تاثير قد كده على الايه على السيد. طيب انا عمال اقول الاعراض الاعراض، هي ايه الاعراض بقى اللي موجوده عند الواحد؟ هما اتنين ما لهمش تالت، حاجه اسمها كومبريشن سيمتوم الاورام اللي فيها بتضغط على الحوض فبيبقى عباره عن ظهور الام موجوده في الحوض، او خلل في الدوره الشهريه او حدوث نزيف في وقت غير الدورة الشهرية. لو الدورة الشهرية بتيجي للسيدة أكتر من 7 أيام أو الكمية بتاعتها كبيرة اللي هي السيدة بتغير أكتر من 3 أو 4 باد في اليوم والكمية هي ملاحظاها موجودة بزيادة أو الفترة أكتر من 7 أيام إحنا بدنا بنعتبره نزيف أو نزول دم في وقت غير أيام الدورة الشهرية، أو ظهور آلام في الحوض. الآلام في الحوض دي بتعتمد حسب مكان الورم الليفي، الورم الليفي ده موجود في الرحم من قدام أو موجود في الرحم من ورا أو موجود في أماكن تانية في الإيه في عنق الرحم مثلا.
فلو موجود من قدام ده بيعمل ضغط على المثانه فبيبدا السيده تشتكي من الام في اثناء البول. لو موجود ورا بتبدا تشتكي في القولون وتشتكي في الام في الظهر. لو موجود في عنق الرحم او موجود في الرحم الجنب ده او الجنب ده فبتبدا تشتكي من الام مزمنه في الحوض، وممكن يوصل ل الام اثناء العلاقه الزوجيه. المشكله الثانيه ان الاورام اللي فيها بتتعرض لبعض التغيرات، حاجه ما انا ما اعرفش معناها ايه بالعربي، بس الهايلاين ديجنريشن والريد ديجنريشن، تاكل في خلايا الورم نفسه، مش تاكل في الورم ككل. الورم بيحتفظ بحجمه زي ما هو، بس بيحصل خلل داخلي جواه. دي بتظهر بعض الالام اللي بعض السيدات ما بيستحملوهاش وما لهاش علاقه بحجم الورم. تلاقي السيده مثلا جايه لي بورم ليه في حجمه 3 سم وبتشتكي بالم لا يستحمل في الحوض فبتضطر تدخل، تمام؟ على عكس سيده تانية بتبقى جايه لي بورم ليه في حجمه 7 8 سم وما بتشتكيش اصلا من اعراض. التدخل في الاورام اللي فيها بيعتمد على شكوه المريض وسن المريض. المريضه دي عندها كام سنه؟ والمريضه دي بتشتكي من ايه؟ هل بتشتكي من الام في الحوض؟ بتشتكي من نزيف اثناء الدوره الشهريه او ظهور دم في غير اوقات الدوره الشهريه، او بتشتكي من تاخر في الحمل؟ طيب الناس اللي هتسالني وتقول لي يا دكتور طب الورم اللي في ده بيغير بيأخر الحمل ليه؟ يعني هو ده موضوعنا الاهم. بيأخر الحمل ليه؟ الورم اللي في ده عامل زي البارازايت، عامل زي الجسم الطفيلي اللي هو بياخد من غذاء الرحم. من غذاء الرحم اللي هو من غذاء بطانه الرحم اللي بيحدث فيها الحمل. لو فرض مثلا بالوصف البلدي العام كده، لو الرحم ده بيوصل له مثلا لتر دم مثلا كل دقيقه، اللتر ده هيتوزع للرحم بمشتقاته، بالرحم بالانابيب بالمبايض بعنق الرحم بالحوض الاجزاء الثانيه اللي موجوده في الرحم. طب لو في فرض بقى جزء ثاني موجود بيتغذى من الدم اللي وصل ده، فالمبيض مش هياخد حقه، الرحم مش هياخد حقه، والاهم بطانه الرحم مش هتاخد حقها. فلما بطانه الرحم بيحصل فيها خلل في الدوره الدمويه فده بيأثر على ايه؟ على حدوث الحمل. النقطه الثانيه بقى اللي هو الميكانيكال افكت، اللي هو الورم نفسه لو موجود في تجويف الرحم في اوضه المفروض نحط فيها انتريه مثلا، ولقينا مره واحده في عمود في نص الاوضه، خلاص خلصت، يعني الاوضه مش هتستف كويس، ففي جسم موجود مش هيخلي الحمل يحصل اصلا، سواء ده اللي هو الدرجه الزيرو او الواحد او الاثنين. التلاتة اللي هو موجود بره تجويف الرحم بس يلمس بطانة الرحم ده بيبقى قاعد في المكان بيخلي التربة غير صالحة لحدوث الحمل أصلا من الأساس. فده مشكلة الإيه؟ مشكلة الإيه؟ الورم الليفي وعلاقته بحدوث الحمل. السؤال ليه الستات يجي لها أورام ليفي؟ السبب؟ هل أكل، هرمونات، خلل؟ مفيش سبب صريح نقدر نقول عليه اللي هو ده السبب في الورم الليفي، بس احنا عارفين اللي هو الورم الليفي ده هايبر استروجينيك ستيت، اللي هو فيه هرمون الاستروجين موجود بزيادة في جسم السيدة فيؤدي إلى ظهور أورام ليفية. كلها نظريات، كلها ثيوري، فيها عامل وراثي، فيها عامل وراثي، في عادات غذائية سيئة، طبعا عادات غذائية سيئة، السمنه الزياده من العوامل المساعده على حاجه زي دي، بس ما فيش حاجه صريحه. واحنا ما بنهتمش بالموضوع ده قوي لان هو مش هيؤثر في قرار العلاج. هي المشكله في بعض الحالات بقى اللي انا مثلا بعد ما بشيل لها الاورام اللي فيا افاجئ بعد سنتين او ثلاثه ظهور اورام اللي فيا اخرى. وانا شفت حالات من دي كتير، انا جاي لحاله 35 سنه عامله 5 مرات اورام اللي فيا وجايلي الرحم بتاعها عباره عن عنقود عنب. قطع دوائر 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 لدرجه ان انا قلت لها انا مش عارف انا هشيل لك ايه واسيب لك ايه. المشكله هي انفرتايل، لازم يبقى في فانكشن يوترس بعد ما بالظبط بالظبط رحم بالظبط رحم بالظبط فده ما فيش سبب صريح اقدر اقول عليه ان ده سبب مباشر للاورام اللي فيها اللي موجوده في الرحم. السؤال بقى اللي هو الاهم، متى نتدخل لازاله الاورام اللي فيها في حاله تاخر انجاب؟ تمام، التدخل الاورام اللي فيها عموما حسب شكوه المريضه زي ما انا قلت من شويه، تمام؟ لو واحده هنتكلم على التقسيمه الاولانيه، الاورام اللي فيها لو حجمها اقل من 5 سم ومش موجوده ملهاش علاقه بتجويف الرحم ده ما بنتدخلش فيها تماما، ده لو السيده بتشتكي من تاخر في الحمل. لو الورم الليفي موجود جوه تجويف الرحم اللي هو التقسيمه زيرو واحد واثنين وثلاثة لازم الورم الليفي ده ينشال.
قولا واحدا ما فيش فيها نقاش. نرجع تاني للصوره الاولانيه عشان نفكر الناس بالزيرو واحد والاثنين. ايوه زيرو اللي هو موجود كله جوه تجويف الرحم، واحد اللي هو اكتر من نصه موجود جوه تجويف الرحم، اثنين اللي هو موجود اقل من نصه جوه تجويف الرحم، ثلاثه اللي هو بيلامس تجويف الرحم. الورم الليفي ده حجمه حتى لو نص سنتي لازم ينشال. الورم الليفي ده لو موجود في الرحم من تحت وليه علاقه بتجويف الرحم برضه لازم ينشال. لان حضرتك زي ما انا قلت لحضرتك حان دلوقتي انا بست في انتريه في اوضه وفي عمود جه في نص الاوضه، مش هيتم، مش خلاص معلش اسمها اوضه اصلا. فده مشكله احنا بنعانيها. انا حضرتك في حاله جايه لي من بره عامله حقن مجهري وما تعملهاش لاشعه ثلاثيه الابعاد ولا تعمل لها منظار رحمي عشان يطمنوا، هم اعتمدوا اللي هي حصل لها حمل مره قبل كده وحصل لها سكندري انفكشن، سكندري انفيرتيليتي اللي هي والده وما فيش فيها مشاكل، ففشلت فجايه لي تعمل عندي. فانا قلت لا مش هينفع، لازم اعمل منظار رحمي، خصوصا ان انا شفت حاجه مش مظبوطه بالاشعه ثلاثيه الابعاد. دخلت لقيت ورم ليفي حجمه بالظبط نص سنتي وموجود في المكان اللي هينزرع في الجنين اللي هو الابر ثيرد اللي هو ابر اللي هو الثلث الفوقاني من الرحم. اللي هو الزيرو زي الحته اللي فيها الزيرو. زيرو كده. هو بالظبط زيرو، حتى انا ما اشتغلتش بالدايثير، ما شلتش بالكلى، انا شلته بالمقص. يعني هو ما تعبنيش في شيله، يعني العمليه ما خدتش اكتر من 10 دقائق. هو في مكان الزرع بتاع الجنين بالظبط، نفس المكان اللي هو الزيرو ده بالظبط، يعني اللي هو موجود فوق في الرحم من فوق. ايه طرق التعامل؟ جراحيه فقط ولا في اساليب اخرى؟ رقم واحد منظار، رقم اثنين منظار، رقم ثلاثة منظار، جراحة في حالات خاصة. يس. يعني ده الموضوع ما فيش فيه نقاش، ما حدش يقول لا احنا نخش بالجراحة عشان نظبط الموضوع، لأن ده الكلام ده بيزعلنا. الأورام اللي فيها ما بتتشالش. بيزعل كل الناس. ده الموضوع ده كارثي. فهو المنظار التدخل استئصال الاورام اللي فيها افضل من المنظار، لان مشكله الاورام اللي فيها بالجراحه بتبقى بيحصل التصاقات، يعني حرفيا بيحصل التصاقات مش كويسه في الحوض. عايزين نوضح للناس انه المنظار نفسه جراحه، بس احنا بنتكلم على نقصد المنظار كاسلوب تدخل ولا جراحه مفتوحه؟ لا جراحه مفتوحه دي كارثه. لا جراحه مفتوحه دي كارثه، حضرتك شوف المنظر بتاع بطن عينه ما اتفتحتش. ده المنظار. ده المنظار عباره عن فتحات، كل فتحه نص سنتي، فالبطن هو ليه ما بيحصلش التصاقات؟ هو وارد يحصل التصاقات مع المنظار بس بتبقى اقل كتير، اقل اكتر من النص. يعني ليه بقى ما بيحصلش؟ لان بطن العيانه ما بتتفتحش، ما بيبقاش فيه فوط، ما بيبقاش فيه تنشيف، القولون ما بينجيش ناحيته، ما بنمدش ايدينا جوه بطن المريضه واحنا بنعمل العمليه، فيبقى منظار. المنظار مش متعب للسيده قد ما هو متعب لنا احنا كجراحين. الجراحه في الاورام اللي فيها بتبقى اسهل كتير بالنسبه لي. ليه؟ لان التحكم في الورم في الجراحه انت ماسكه بايدك وبتشتغل، لكن في المنظار بتشتغل بالات قطرها حاجه زي ما انت شايف الفيديو كده، دي اله اللي انت حضرتك شايفها كبيره، دي كلها قطرها نص سنتي، فما فيش مش حاجه كبيره. وطبعا شايف الدقه في الشغل طبعا دي بتبقى مش بتطول عشان تقعد تشتغل. ده حقيقي. انا يعني بغض النظر عن اي جراحات مناظير ثانيه، الورم الليفي بالتحديد من العمليات اللي بتطول معايا في الشغل. يعني انا ممكن اشيل الرحم بالمنظار في نص ساعه واشيل الورم ده مثلا في ساعتين او ثلاثه. ليه؟ لان هي بتبقى عمليه دقيقه ودايما بتبقى وانت شغال بتبقى على قدر الامكان بتحاول تحافظ على الرحم وما توصلش التجويف، بتحاول ما ينزلش دم كتير. الغرز بتبقى غرز زي ما انت شايف بتبقى غرز شويه دقيقه عشان نقفل الجرح من جوه كويس. فدي طبعا بتبقى من العمليات المقرفه لي انا كجراح، لكن كمريضه انت افضل لك طبعا المنظار. امتى الجا للجراحه بقى؟ ألجأ الجراحة لما يكون الورم حجمه كبير جدا اللي هو واصل فوق السرة بتاعت واصل قريب من زف السترم. قريب من زف السترم ده هيبقى حاجة، يعني حتى لو انا شلته انا هطلعه منين؟ النقطة التانية كمان لما يكون في أورام ليفية كتير وموجودة في أماكن المنظار مش هيشوفها ولازم أحس الإحساس بتاع إيدي اللي هو التكتال سنسيشن. يعني مثلا واحدة مثلا عندها خمس ستة أورام، منهم مثلا ورم حجمه 5 سم وموجود بره الرحم وهيبقى باين قدام، لكن في حاجات موجوده في جدار الرحم نفسه ودوائر صغيره 2 3 4 سم كده، حاجات دي انا مش هشوفها بالمنظار ومش هعرف احسها بالمنظار. هي الجراحه دي بيجي دورها بقى اللي هي التكتايل سنسيشن، امسك كده الرحم واحس الورم فين وافتح عليه. فده من اللي بيقيم الموضوع انا كجراح لما اقول لحضرتك اعملي منظار يبقى منظار. طيب ايه النقطه الثانيه في العلاج اللي هي الاورام اللي فيها اللي هي اللي انا قلتها من شويه اللي هي 0 و1 و2 و3 ده يجي دورها بالمنظار الرحمي من غير ان انا اقرب للبطن تماما. وفي فيديو حالا الفيديو ده يعني ده ما خدش مني اكتر بالظبط ريال تايم حوالي 7 او 8 دقائق. ده منظر رحمي باين جدا. داخل من المهبل، من المهبل لسه هو اهو
دخلت عنق الرحم قدامي موجود اهو خلاص هناك اهو دخلت عنق الرحم الحاله دي انسه طبعا ادي عنق الرحم دخلت خلاص بس كده وصلت ثاني وصلت عنق الرحم كده قطعت نص الشوط ده ريال تايم ده منظر انا عامله بنفسي ده ريال تايم بنفس الديوريشن بنفس الديوريشن بتاعه ده ازاله ورم ليفي من الرحم بمنظر رحم يعني انا ما قربتش للبطن تمام في نقط تانية بقى بتستخدم لعلاج الاورام اللي فيها بس مش الطرق لوحده عندها تاخر في الحمل عندها مشاكل تانية اول حاجه اللي هو الهايفو اللي هو اشعه يعني اشعه تلفزيونيه متقدمه بتتوجه للورم الليفي فبتؤدي الى نوع من انواع الديجنريشن اللي بيحصل يحصل له الضمور بيحصل اللي هي الامبولايزيشن اللي احنا بنعمل بنقفل الشريان اللي بيغذي الورم الليفي طبعا دي حاجات متقدمه شويه تبقى بتوع الاوعيه وبتوع الاشعه اللي بيشتغلوا فيها بس انا ما ينفعش اعمل عمليه دي لوحده بتدور على الحمل لان مجرد الورم الليفي وهو بيحصل له ديجنريشن او بيحصل له اطروفي او بيحصل له نكروزس اللي هو الضمور او تاكل بيطلع منه مواد بتؤثر على بطانه الرحم على المدى البعيد هل هتبقى صحيه لحدوث الحمل بعد كده او لا لسه الدراسات مش اكده في حاجه زي دي فهو زي ما قلت لحضرتك دلوقتي اللي هو الورم الليفي علاجه بالمنظار بقى كده يبقى وقت الجراحه نورتنا وردعت العاده متعة خاصة جدا في فهم الدقيق جدا للنمط العلمي التوصيفي للأورام اللي فيها من ضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع في هذا المجال الأستاذ الدكتور محمد حسني استشاري أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب والحقن المجهري وجراحات المناظير صاحب ماجستير حقن مجهري من جامعة ميسينا بإيطاليا ودبلوم جراحات المناظير المتقدمة من الهند وجراحات المناظير المتقدمة والدقيقة من فرنسا وعضو جمعية الأوروبية والمصرية والأمريكية للخصوبة وتأخر الإنجاب كان ضيفي في الناس الحلوة في واحدة من أكثر المواضيع شهرة وأكثرهم انتشارا الاورام اللي فيها يخفى ان انا اقول لكم ان واحده من كل اربعه عندها ورم ليفي وان نص اللي داخلين عندهم تاخر انجاب من السيدات عندهم اورام ليفي خليكم فاهمين الكلام ده كويس خليكم مع الناس الحلوه اهلا بكم النهارده حلقه مهمه جدا ومتنوعه للغايه جسم الانسان في طبعا ده امانه يعني كتير منا بيهمل جسمه وكتير منا الاهمال بياخد الانسان فيه كما يقولون فيه زي سلم كده يتدحرج يلاقي نفسه وصل الى قاع الاهمال الى قمه الاهمال تلاقي ترهلات بدات تظهر بشكل كبير تلاقي اجزاء معينه بدأت تتضخم هي أساساً في عيوب بس تركت لم تتعامل أو لم يتم التعامل معها فتركت فتلاقي البطن كبرت تلاقي الجناب كبرت الإنسان ما بيبقاش راضي بس اتخاذ قرار التعامل مع مشاكل الجسد بيكون أحياناً في جزء من التردد وده حق كل إنسان التردد في عالم جراحة التجميل شيء مقبول بس في فرق بين التردد والتطنيش أو التخاذل التام عن إصلاح العيوب والتخاذل التام عن إصلاح العيوب والإنسان يقعد يعاني منها هو ده بقى ده اللي نقدر نقول عليه ضريبة تردد وصل لمرحلة مرحلة إهمال مرحلة مرضية النهاردة احنا هنتكلم على كثير من النقاط المهمة جدا شفط الدهون إيه التقنيات الحديثة ليه قفزت عمليات شفط الدهون هذه القفزة الرائعة في عالم التكنولوجيا وبقى فيه تقنيات متميزة للغاية لكن هل التقنيات دي تغني على المهارة ولا لا هنتكلم على الدراعين كتير من الستات في مصر عندهم مشاكل في الدراعين كبار جدا متضخمين البطن المترهلة برضو واللخبطة ما بين شفط الدهون وشد البطن هعمل مين الكلام المهم جدا عن تصغير الثدي أو تكبير الثدي عند السيدات والقضية الخطيرة جدا اللي اسمها التثدي عند الرجال كتير من الشباب دلوقتي عندهم تثدي كبر حجم الثدي عند الرجال شيء ملفت ومحرج ومزعج وغير جمالي ازاي نتدخل جراحيا
فيه. هل هناك حلول غير جراحية؟ أنا بقول لكم لا، بس هنسمع من ضيفي العزيز تفاصيل دقيقة في هذه العمليات. قيمة جراحية كبيرة، اسم أكاديمي من الطراز الأول، عمله الأكاديمي تطور بشكل رائع في السنوات الأخيرة، والحقيقة ده باين جدا في المؤتمرات داخل وخارج مصر. بيشرفنا جدا في هذه المؤتمرات بشكل كبير بهذا العمل وهذه الأطروحات الطبية الكبيرة المتميزة للغاية. وأيضا على المستوى الإكلينيكي هو جراح من الطراز الأول، جراحة التجميل الذي born to be a plastic surgeon. هذه قصة مهمة للغاية لازم نفهمها في جراح التجميل المتميز للغاية. ضيف العزيز القيمة العلمية الجراحية الكبيرة الأستاذ دكتور علاء نبيل الصدي، أهلا بيك دكتور. أهلا بيك دكتور أيمن وبكل مشاهدي الناس الحلو. نورتنا وشرفتنا. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. أنا عايز أبدأ بشفط الدهون، هذه الجراحة التي ربما يعني كما يقولون اختصرت جراحة التجميل في شفط الدهون. يعني يقول لك جراحة ده جراحة شفط إيه أكبر شفط الدهون وبتاع. شفط الدهون ليه وصلت لهذه المكانة؟ إيه التطور اللي حصل فيها؟ هي شفط الدهون يعني يمكن من أشهر العمليات اللي موجودة في جراحة التجميل، وطرأ عليها تقدم كبير جدا في الفترة اللي فاتت. بس هي برضو أنا عايز أقول للمشاهدين يعني مش أي حاجة، أنا تخنت شوية اجري على دكتور التجميل يلا نعمل شفط الدهون. لا، الحقيقة جراحة التجميل نمرة 2 مش نمرة 1. يعني لو المشاهد بيعاني من السمنة، أول حاجة يعملها الحاجات الطبيعية الرجيم والرياضة ويبدأ يشوف نفسه. لو لقينا الجسم بينزل بطريقة متناسقة يبقى خلاص هو مش محتاج جراحة تجميل ولا محتاج جراحة تجميل. ليه؟ لأن هو متناسق، يعني هو بيتخن بتناسق ويقل بتناسق. طيب في ناس تانية بتيجي تعمل دايت وتعمل رجيم تقرب من الوزن المثالي وفي مناطق ما بتنزلش. المناطق اللي ما بتنزلش دي بتبقى محدده وراثيا، يعني ممكن تيجي واحده تقول لك ايه انا بعمل رجيم وبلاقي وشي نزل والصدر نشف بس عندي فيه جناب ما بتروحش خالص، عندي فيه هنش ما بيروحش خالص، دي بتبقى محدده وراثيا. هو ده دور جراحه التجميل. يمكن الفيديو اللي شغال دلوقتي بيتكلم على موضوع الليزر في جراحه التجميل. طبعا الليزر يعني من التقنيات الحديثه، يمكن وصلنا الجيل الثالث دلوقتي، والفيزر من الحاجات التقنيات الحديثه، هما الاثنين تقريبا نفس الكلام. يعني احنا بيساعدوا على شد الجلد وانكماش الجلد بعد شفط الدهون. نمره 2 ان بيقلل فقد الدم وبالتالي الدهون بتطلع صافية وبيقلل فترة الاستشفاء. فدي كلها تقنيات حديثة دخلت معانا في موضوع شفط الدهون. وبعدين الحاجة برضو التطور اللي فيها ما عادش زي الأول. يعني الأول كان يجي مثلا عيانة في جناب موجود، جناب دي مش راضية تروح بالدايت والحاجات دي، طيب يلا نعمل شفط دهون، تلاقي الجراح التجميل كل وظيفته يدخل الكانيولا يطلع الدهون خلاص كده خلاص. الوضع الوقت يتطور خالص بالتقنيات الحديثة، أصبح في يعني هاي ديفينيشن ليبوسكشن وفور دي. إيه اللي بيتعمل؟ لا إحنا بنعمل نحت للجسم دلوقتي، بمعنى إن المريضة طبعا العملية بتبقى كلها مخدر موضعي، المريضة بتبقى صحية تقلب كده تقلب كده. نحت يعني إيه؟ زي نحات رسام بيرسم، بنزود كيرفات بنقلل كيرفات بحيث إن إحنا نظهر المعالم الجمالية للجسم. أما زمان كان ممكن جناب مش عجبانة المريضة تخش مثلا فوزية تطلع فوزي، يعني هي صحيح شفط الدهون لكن كده. لكن دلوقتي ما عادش في الموضوع طلعت رجولية التكوين. وده مش مظبوط، لأن زي ما حضرتك عارف أن المرأة دي بتبقى أور جلاس غير الراجل. فإحنا شفط الدهون بالمفهوم الحديث لا، ده إحنا بنعمل نحت للجسم، نزود كيرفات نقلل كيرفات بحيث أن إحنا نظهر المعالم الجمالية للجسم. ده إذن تسميات شفط الدهون الديناميكي أو شفط الدهون الحركي. ده كله بيتعامل مع الكيرفات. ما عادش بقى الايه اللي هي التقليدي اللي هي مجرد في مكان مضايقنا يلا نفضيه وخلاص. لا، الموضوع احنا لازم يبقى فيه يعني اكنه نحات بالظبط، بيزود كيرف بيقلل كيرف بحيث يحصل على اعلى نتيجه في الجسم ان شاء الله. نروح لشد العضله. تمام، دي برضو نقطة مهمة أنا عايز حتى السادة المشاهدين يعني يركزوا فيها قوي. هي إيه الفرق بين الشفط والشد؟
ليه يعني في ناس كتير واحده تيجي تقول لي انا عايزه اشفط بطني اكشف عليها، اقول لها لا ده انت محتاجه شد والعكس. هي ايه الموضوع؟ احنا اتفقنا ان عندنا في سمنه نعمل رجيم ورياضه، ما نزلتش يبقى دي حاجات محتاجه دكتور تجميل. طيب لقينا الجلد يعني في تراكم في الدهون والجلد مشدود، يبقى ده نقدر نعمل شفط دهون فقط بالليزر او الفيزر او زي ما يكون ونحتل الجسم، هتلاقي الموضوع كويس قوي. طب افرض في ترهل في الجلد، يعني ايه ترهل في الجلد؟ يعني المريضه لو وقفت قدام المرايه هتلاقي في تانية جلديه من تحت، وهي قاعده هتلاقي في حاجه قاعده على رجلها كده، يبقى هنا في جلد زياده. ده بيحصل من ايه؟ بيحصل اشهر حاجه مع الحمل، قيصريا نلاقي خط القيصريه ونلاقي ان عندنا في ترهل للجلد تحتيه، بالتدريج مع تراكم الدهون ومع الجاذبيه نلاقي الموضوع ايه بدا يزيد اكتر. طبعا لو عملنا الرياضه مفيده وكل حاجه لكن مش هتشد الجلد، لو شفطنا فقط الجلد هيترهل اكتر، يبقى في الحاله دي لازم اطلع بحاجه اعلى شويه للتخلص من الجلد المترهل اللي هي موضوع الشد. الشد ده احنا بنعمل فتحه زي بتاعه القيصريه بس اوسع شويه، القيصريه بتبقى عميقه لان هو بيفتح العضلات ويدخل على الرحم ويطلع البيبي ويقيط، احنا ما عندناش الكلام ده، احنا صحيح اوسع لكن سطحي على مستوى الجلد والدهون. بنعمل ايه يعني في العمليه دي؟ هو البطن المترهله هي عباره عن ايه؟ عباره عن ثلاث حاجات، عباره عن جلد مترهل زياده، وعباره عن دهون، وعباره عن عضلات. احنا بنعمل بنصلح الثلاثه مع بعض في نفس العمليه. الجلد الزايد بنشيله، الدهون الزايده بنشفطها مع نحت للخصر، لان طبعا الهدف من العمليه ان تبقى بطن نحيفه وخصر منحوت، وفي نفس الوقت عاده بتبقى العضلات مترهله مع الولاده او غيرها، فبنعمل تقويه للعضلات. المريض بعد كده بيلبس كرسيين مده 3 شهور وبتبقى الامور ممتازه. واحنا برضو بننصح السيدات ان هو يلجا لعمليه شد البطن بعد ما تخلص انجاب. اللي احنا بنعمله لا يمنع الحمل، لكن الحمل هيأثر سلبا على العملية، هتلاقي البطن بدأت تترهل تاني. وعشان كده يعني بلاقي كتير، تلاقي مثلا عندها بيبي واحد وتقول لي يلا انا عايز اعمل شد بطن، قد تكون في حاجات يعني مرضيه تستدعي زي مثلا الفقد الشديد للوزن في العمليات بتاعه التكميم او تحويل المسار، فبالتالي حصل فيه ترهل كبير في البطن. بعض الانسات بيحصل لهم كمان كده، في الحاله دي لازم نتدخل في هذا الموضوع علشان نحل المشكله. لكن بصفه عامه لو الامور حاجه بسيطه يبقى خليكي لغايه لما تخلصي اخر حمل علشان النتيجه تبقى دائمه ان شاء الله. طب في كانت طلعت موضه كده فتره انه الست تعمل شد بطن مع الولاده، يعني يحصل الولاده قيصريه يروح عاملين شد بطن. هي طبعا الكلام ده يعني خلاص تم يعني الكونكلوجن بتاعه في المؤتمرات، لازم الولاده تخلص بعد 6 شهور بنبدا نعمل شد بطن. طب ليه ما نعملش في ساعتها؟ اكتر من سبب. اول سبب الرحم، اول ما يعني الحمل ولاده النهارده البيبي نزل، طيب البطن اخبارها ايه؟ هل الرحم ده رجع لحجمه الطبيعي؟ لا طبعا بياخد وقت، بياخد شهور عشان يرجع لحجمه الطبيعي الانفليوشن. وبالتالي لو احنا عملنا شد بطن في وجود الرحم الكبير ده، ما هو ده واخد حيز، وبالتالي هيتعمل. طب ما هو بعد كام شهر هنحس ان البطن ايه ترهل التاني. نمره 2، ان احنا لما بنعمل عمليه شد احنا بنرسم ده، احنا بنقعد مع العيانه يعني نرسم وخطوط ونقيس، طبعا في الحمل كل حاجه متلخبطه، فما بني على خطا فهو خطا. نمره 3، ان احنا ما وفرناش العيانه حاجه، ما هو ساعه الولاده يقول لك اهو بنج واحد، لا بس المده مختلفه، احنا بدل ما كنا هنعمل قيصريه في 3 4 ساعه، لا احنا زودنا ساعتين 3 اللي هو الوقت بتاع العمليه جراحه التجميل، في وقت المراه فيه بتبقى مقاومتها قليله يعني، فممكن يحصل بعض الالتهابات او. لكن عاده لما بتعمل المريضه هذا الموضوع يعني دكتور النساء او الجراحه اللي معاه بيكتفي ان هو يشيل حته صغيره كده من تحت فقط، لكن ما بيقدرش ان هو يعمل عمليه الشد الكامله، وبالتالي ما بيحققش افضل نتيجه كمان. هذهب الى منطقه الذراعين، والذراعين الحقيقه في شدهم او في التعامل معهم كان هناك
بعض المحاذير منطقه حركيه كثيره، الجروح كانت في الاول اخفائها صعب. ايه اللي حصل فيه؟ هي اصل الـ 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 يعني كبر حجم الذراعين او ترهل الذراعين ده مشكله، لان الدراع ده بيستخباش، دي مشكله الصيف والشتاء. يعني تيجي في الصيف طبعا باينه، في الشتاء ما بتخشش في الهدوم، مشكله بصراحه. فبنتعامل معها ازاي؟ بنفس الاسلوب اللي احنا قلنا عليه. في بعض الاحوال بيبقى في ترهل من تحت زي الصوره مثلا اللي موجوده هنا، ففي الحاله دي بنتعامل معاها ونعمل شد. بعض الاحوال بيبقى في تراكم للدهون في الجزء الخارجي من الدراع، ففي الحاله دي بنتعامل معاها بالشفط. لو شفنا مثلا هنا الحاله هنا قبل وبعد، هو يمكن لو اخذنا بالنا احنا عملنا حاجه اسمها شد للذراع، ان احنا شلنا الجلد الزائد وشفطنا كمان الدهون الزايده، وده الجرح بتاعنا. الجرح ده عدى عليه سنه، فالحقيقه الجرح ده بيطول شويه، يعني بيبقى شكله كويس بعد سنه زي ما احنا شايفين. لكن لو في صوره تانية يعني قبل السنه، هنلاقي ان في برضو الجرح يعني ظاهر شويه في اول 6 شهور. يعني لما نيجي نبص هنا، ده الجرح ده قبل العمليه وبعد، هنلاقي ليه؟ لان لازم الحقيقه بياخد له سنه عشان يحصل ماتيوريشن يعني. طب بس هي الفكره، نعمل شفط ولا نعمل شد؟ هنرجع لنفس الموضوع تاني، يعني هل الجلد مشدود ولا الجلد مترهل؟ عاده لما بيبقى فيه دهون فقط في الجزء العلوي اللي هو الخارجي من الذراع، ده عادي خالص، ده ممكن نعمل له شفط دهون بالليزر والامور بتمشي كويس قوي من غير ما نعمل شد ولا حاجه. لكن بعض الناس بتلاقي ان في تدلي في المنطقه اللي تحت. جه منين الكلام ده؟ ممكن عوامل وراثيه، ممكن واحده عماله تتخن وتخس، فالمرونه بتاعه الجلد قلت، تقدم السن نفس الكلام، المرونه بتاعه الجلد قلت، يبدا يحصل تراكم في الدهون، مع الجاذبيه الارضيه تبدا تنزل، تيجي تعمل رياضه مش هتشد الجلد، طب نعمل ريجيم تاني الجلد يزيد اكتر، يبقى في الحاله دي احنا بنعمل موضوع شد الذراع. شد الذراع الحقيقه بنعمل فتحه، الفتحه دي من عند تحت الابط لغايه الكوع، والطول بتاعها يعني متناسب مع الترهل اللي موجود، والامور بتبقى كويسه، بتلبس كرسي لمده 3 شهور والمشكله بتاعتها بتتحل خالص. هذهب الى منطقه مهمه جدا ومنتشره دلوقتي، التسدي عند الرجال. شباب كتير قوي عندهم درجه من درجات التسدي بسبب ان هم بياكلوا اكل طبعا في فاست فود، اكل فيه هرمونات، ايضا الجيم واخذ المكملات الغذائيه او ما يسمى بالبروتينات بتاعه بناء العضلات لها تاثير سلبي. طبعا، ودي على فكره مشكله نفسيه كبيره عند الشباب. يعني بعض الشباب يجي يدخل في البلوغ يلاقي الصدر بيكبر، 18 سنة الصدر يكبر أكتر، طبعا مشكلة بالنسبة له كبيرة، يعني في الجيم، في مصيف، ما مش قادر يتعامل عادي مع زمايله. طبعا بنقيم الحالة، يعني زي ما احنا شايفين هنا العلاج بتاعها، احنا بنعمل فتحة صغيرة، بنقوم بالشفط بتاع المحتوى الداخلي، وبعد كده بنشيل الغدة اللبنية على أساس انها ما ترجعش تاني، وعشان برضو المشاهدين يبقوا عارفين ان الثدي ده بيتكون من ايه بتاع الرجل. دي طبعا صورة هنا قبل العملية وبعد 3 شهور من العملية. الثدي بيتكون من جلد وغدة لبنية ضامرة، لان في السيدات لها وظيفة الرضاعة، في الرجالة بتبقى ضامرة، ودهون موجودة. طب لو حصل فيه كبر بنبدأ نقيم الدرجة بتاعته. احنا عندنا فيه 4 درجات، 1 أصغرهم و4 اللي هي الايه أكبرهم وفيه ترهل جامد. يعني معظم الحالات بتبقى في الدرجة الثانية والثالثة، اللي هي بيبقى كبر في الحجم وبعد الترهل الخفيف. عملية تحت مخدر موضعي، بنعمل فتحة صغيرة زي ما شفنا، نحقن محلول، المحلول ده يخدر المنطقة ويفكك الدهون من بعضها، ندخل بالليزر، بيعمل ايه؟ ده بيساعد على شد الجلد بعد شفط الدهون. بعد كده زي ما شفنا بنبدأ نشفط المحتوى الداخلي كله ونشيل الغدة الصدرية عشان ما ترجعش، وبعد العملية بنلبس كرسي. الكرسي ده بنلبسه لمدة 2 3 شهور على حسب، بحيث ان احنا بنصل بدرجة الشد بتاعة الجلد لدرجات مرضية، ومعظم العيانين بيبقوا مبسوطين، وخصوصا ان هو بنج او مخدر موضعي، فبتبقى الامور ماشية معاه كويس. يعني الجروح قضية من القضايا المهمة جدا جدا، لان هي منطقة جراحية معقدة شوية،
الحقيقة جروح الوجه من الحاجات اللي لها أهمية كبيرة في حياتنا، لأن ممكن تلاقي واحد ابن ناس عادي جدا اتعرض لحادث حصل له جرح وعلامة في وشه، يبدأ المجتمع بتاعنا يصنفه على أنه ده بتاع مشاكل ويبدأ يتعامل معه على هذا الأساس. طيب إزاي نتعامل مع الأثار جروح الوجه؟ عندنا في جرح قديم في الوجه، نعمل معه إيه؟ عشان نبقى بنتكلم بطريقة علمية لازم نعرف ان في حاجة اسمها خطوط الوجه، خريطة كده لكل جراح التجميل، يبقى هو عارف ان لو الجرح بتاعه ماشي موازي لخطوط الجلد دي الجرح هيبقى كويس بالكريمات بلزقات بجلسات. يعني لو جينا السادة المشاهدين بصوا هنا هنلاقي ده الخطوط او الخريطة اللي بيمشي عليها كل جراح التجميل، لو نلاحظ لها اتجاه. طيب ازاي نتعامل مع الجرح بقى؟ نشوف اتجاهه، هل الاتجاه بتاعه ماشي موازي لخطوط الوجه ولا زي الصورة اللي موجودة هنا ماشي عكس خطوط الوجه؟ لو الجرح ماشي موازي لخطوط الوجه مفيش مشكلة خالص. ليه؟ لأن يعني كل ما العضلات تشتغل أكتر تقوم تقربه من بعضه أكتر بالكريمات والجلسات الأمور بتبقى كويس. النوع العنيد بقى من الجروح اللي هو زي الصورة اللي احنا عارضينها دي، الجرح ماشي عكس خطوط الجلد، طب ايه مشكلته؟ مشكلته ان العضلات بتاعه الوجه لان في عضلات تعبيريه والحركه مستمره طبعا، كل ما العضله تنقبض تقوم توسعه من بعضه اكتر، مشكلته الجرح بيوسع. ولو في دقن مثلا زي الصوره الموجوده نلاقي اصبح في فاصل في الشعر بتاع الدقن وبالتالي بتبقى الموضوع ايه؟ ظاهر. الحل اللي كان بيتعمل المباشر ان الدكتور يروح شايله ويروح مخيطه تاني وبالتالي على نفس اتجاهه القديم، ما كانش بيدي نتيجه. في آخر مؤتمر في جمعية جراح التجميل المصرية عرضنا حالات كتير لطريقة في هذا الموضوع بتتكون من حاجتين. أول حاجة زي ما احنا شايفين الصورة كده بنشيل الجرح لكن مش بنشيلها في الاتجاه القديم، لا أنا بحول الجرح الكبير اللي ماشي عكس خطوط الجلد لخطوط صغيرة زي ما احنا شايفين ماشية مع خطوط الجلد. طب ازاي نمنع ان هو يوسع بقى؟ في طبقه تحت الجلد اللي احنا بنسميها الاسماس بتبقى مغلفه للعضلات، بنعمل فيها غرز بطريقه معينه بحيث انها تقرب لنا الجرح من بعضه، تمنع ان هو يوسع تاني مع الحركه العضلات التعبيريه بتاعه الوجه. لو جينا شفنا كده النتائج بتاعتها الحقيقه بناخد يعني لما نيجي نشوف هنا ده نفس المريض نلاحظ ان الجرح ايه الاخبار بتاعته، الجرح اتحول لزجزاج وفي نفس الوقت لو في منطقه فيها شعر يبدا الشعر ينمو فيها كمان مره. الحقيقه النتائج دي مش بناخدها تاني يوم على طول، لازم يحصل حاجه اللي بنسميها ماتوريشن اوف ذا سكار، يعني ايه؟ يعني لازم يكتمل الالتئام بتاع الجرح وده بياخد له من 6 شهور لسنه تقريبا علشان ياخد النتيجه اللي احنا عايزينها. وعشان كده لما نيجي نبص هنا مثلا حاجه من برضه الجروح احنا عملنا يعني نفس الطريقه ودي النتيجه. الحقيقه يعني ما نقدرش نقول عليها 100% لان 100% دي اللي هي ايه ده خلقة ربنا يعني، لكن احنا بندي تحسن معانا 80-90% في جروح عنيدة ما كانش لها علاج مرضي قبل كده. الحقيقة انت شرفتني وأنستني والنهاردة كان يوم ممتع للغاية مع حضرتك وسعيد جدا بهذه الزيارة وأحييك على جهدك الأكاديمي الرائع جدا والأبحاث المتقدمة المتميزة في المؤتمرات الطبية الجراحية، يعني أكيد دي حاجة رائعة جدا. وكمان الجهد المتميز والكبير جدا العملاق لعملاق الدلتا مستشفى التنسيق الدولي وجهدك كمان الإداري حضرتك، يعني أكيد صعب تعمل الإداري برضو صعب جدا. الحمد لله يعني في تطور كبير في مجال جراحات التجميل وياريت أقدر أكون فت المشاهدي الناس الحلوة وفرص سعيدة جدا. ده اللي سعيد جدا. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور علاء نبيل الصادق كان ضيفي في هذه الحلقة المتنوعة التي درسنا فيها العلم، وأيضا لم يفوتني كعادتي أن أذهب إلى الدجل. الدجل بقى كثير لكن العلم أعتقد أنه سينتصر، أنا متأكد اعتقاد يقيني أننا سننتصر تماما في النهاية لأن احنا منتصرين. ليس هناك حلول في الدجل، ما فيش كريم لا بيكبر ولا بيصغر، كريمات جلدية إن أنا بحطها للجلد لكن تكبير وتصغير الكريم مش دوره يعمل كده، يفهموا ده كويس. وخليكم معنا سلام. الدكتور وحيد لطفي
استشاري أمراض الجلدية والتجميل والليزر والأمراض التناسلية والذكورة. أهلا بيكم. خلينا أقول لكم أنه الرجالة في خطر، عنوان كده مفزع، وعوامل يعيني زي ما بقولوا تضافرت الجو. شوف الجملة دي دايما لما كانت بتتقال في المنشطات بتاع الزمان تخليك تنتبه. تضافرت الجهود نحو وتضافرت تجمعت العوامل والقوة إنها تأثر على الرجالة. الرجالة في خطر. وقعدوا لي ده بيتقتلوا اليومين دول في الجرح. مش قصدي على كده. وطبعا ناهيك على انه الجنس معرض للانقراض، بس انا بهزر يا اخي. سيبكم الكلام ده، الكلام ده والله مش حلو. بس خلينا في الكلام الاهم. في حاجات كتيره بتاثر على الرجاله بشكل التلوث يا جماعه. وقعد يقول لي كلام بقى التلوث ده. يا عم التلوث ده والمصحف فعلا موضوع في منتهى الخطوره، موضوع خطر جدا جدا. والرجاله على فكرة بتفهم الكلام ده كويس جدا، لأن هما بيحسوا بفرق لما يروح بقى حتة هادية كده. وسيبك بقى من أنت تروح، أنا بدعو الناس إنها تروح تغير جو في الحتت فعلا اللي بعيدة عن الزحمة. يعني فين فين البحر الأحمر؟ فين طابة؟ فين سانت كاترين؟ فين الحتت دي؟ ناس لازم تروح، يروحوا الحتت الأهدى بدل ما يروحوا يتكربسوا في حتة تانية. مهم التلوث. حاجة تانية السمنة، الوزن الزايد خطر جدا على الرجاله. حاجة التالتة التدخين، اللي بيتدخنوا اي حاجه. حاجة الرابعة الكحوليات، عيب عيب. حاجة المخيفة برضو اللي محدش قادر يتفاداها التوتر، بيأثر على الرجاله بشكل سلبي. السكر بيأثر على الرجاله بشكل سلبي. اقول لك ايه كمان، الحاجات اللي فيها فول صويا ودي كترت. بص لها منتجات فيها انت مش هتعرفها كتير. الحاجة بقى اللي تودي في 60 داهية، ساعتك عايز تعمل شوية عضلات فتروح الجيم ويدوك منشطات، ودي الدنيا في داهية. تعالوا النهاردة نرحب بضيفي العزيز، يحكي لنا أفضل مني 100 مرة، لأن هو اللي بيعيش الكلام ده يوميا مع حالاته. يقول لك ليه تأخر الإنجاب أو تأثر الإنجاب حصل عند الرجال، وممكن كمان نفوت لماذا هناك ضعف جنسي عند كتير من الشباب اليومين دول. ليه كان الكلام ده قليل في الشباب بقى زايد ليه؟ أكيد هنفوت على ده كمان، لكن المهم هو تأخر إنجاب النهارده. ضيف العزيز اسمه متميز للغاية، له أسلوبه الخاص جدا في الشرح والتفصيل، بيمتعني أكيد بأسلوب علمي راقي جدا لا يخلو من أنه يكون مليء بالطرح للتجارب العلمية والأساليب العلمية اللي هو أكيد أدرى بيها. وبيعجبني جدا أنه عنده الأحدث دايما في الحوار، وأيضا الأأمن دايما. في فرق كبير جدا بين الاندفاع في العلاج بدون الأخذ بالاحتياطات، وبين ان انا احط في اعتباري انا بعالج ازاي والمين وايه بالظبط. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في هذا المجال، الأستاذ الدكتور وحيد لطفي، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، وطبعا استشاري الأمراض التناسلية والذكورة وعقم الرجال. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك، منور دكتور إيمن. إزاي حضرتك عامل إيه؟ أنت النهاردة جيت لنا عشان تقول لنا إيه الكوارث، ليه تأخر الإنجاب في الشباب بقى يكون كتير أوي الفترة. أول حاجة إحنا بنتكلم إمتى نقول إن في تأخر إنجاب؟ بعد مرور سنة من علاقة زوجية منتظمة بدون استخدام أي موانع. مرت سنة، زوجين مع بعضهم في علاقة زوجية، مش مثلا جوزها مسافر ولا لا، في علاقة زوجية منتظمة وما حصلش إنجاب وما فيش موانع كانوا بيستخدموها. ساعتها نقول لا، تعالوا بقى احنا في كده تأخر إنجاب. يعني دلوقتي إمتى بيحصل تأخر إنجاب؟ هل في بداية الزواج بس؟ ممكن يحصل في بداية الزواج وبنسميه برايمري، ممكن كمان سكندري، يعني خلف وحصل إنجاب مرة واثنين وثلاثة وبعدين حابب إن ينجب تاني ولكن بلا جدوى ما حصلش حمل. طيب في حتة بقى مهمة عايزين نقولها، الرجالة كتير قوي بيبقى فيه خجل وفي توتر وفي قلق إن لأ أنا ما عنديش حاجة أنا كويس. يا فندم الأعضاء التناسلية زي أي عضو في جسم الإنسان، عادي إن هو يحصل فيه خلل، عادي إن هو يتأثر. دي ما بتقللش من كيانك كرجل ولا من ذكورتك ولا من رجولتك ولا من شخصيتك ولا أي حاجة.
في مشكلة، بنعرف هي إيه، بنعرف أسبابها، بنعالجها، الموضوع خلص. لكن الإنكار وفي إن أنا ما عنديش حاجة وتفضل الزوجة رايحة جاية على دكاترة النساء، طب ما تعمل تحليل سائل منوي، اعمل لي تحليل سائل منوي ونشوف الدنيا. طب ما أنا مخلف قبل كده، وإيه المشكلة؟ عادي، وارد إن حصل مشكلة جد جديد. مين بيفضل طول عمره بكامل صحته؟ ربنا يعافينا كلنا وربنا يبعد عبد أي مرض، لكن ده وارد إنه يحصل. طيب أول حاجة بسيطة جدا، تحليل سائل منوي من يومين لخمس أيام امتناع عن القصف، ويعمل التحليل ده. المفروض إن احنا نلاقي بارامترز أو نلاقي حاجات تمثل أول حاجة كمية السائل المنوي 1.5 مللي أو أكتر، عدد الحيوانات المنوية 15 مليون في المللي أو أكتر، أو 39 مليون في العينة كلها. طيب بالنسبة للحركة، الحركة الكلية تكون 40% أو أكتر، الحركة الأمامية تكون 32% أو أكتر. طيب نسبة التشوهات لا تزيد عن 96%، يعني على الأقل في 4% من نورمال فورمز أو حيوانات منوية طبيعية. مش بس كده، كمية أو نسبة الحيوانات المنوية اللي هي حية تكون 58% أو أكتر، ما يكونش فيه خلايا صديد. دي الحاجات البرامترز أو الحاجات اللي أنا المفروض تبقى طبيعية وموجودة في السائل المنوي. طيب يعني لو في مشكلة في العدد، لو في مشكلة في الحركة، لو في زيادة نسبة تشوهات، بالتالي هيأثر على القدرة الإنجابية. طيب دلوقتي هنعرف إزاي السبب ده. أول حاجة يجينا العيان نقول له نسمع قصته الهيستوري، حكاية المريض، نعرف إيه بالظبط الموضوع، من إمتى ده، من لسه زواج جديد ولا كان متزوج قبل كده وحصل إنجاب، ولا لسه ده في بداية حياته. طيب حصل له أي أمراض قبل كده، في مشكلة، خد أدوية، حاجات كتيرة بنستشفها من بس الحوار اللي بيننا وبين المريض. وبكرر إن المريض يقول كل حاجة، نسأل المريض في حاجة، لا ما فيش في حاجة، وبعد شوية زيارة واثنين وثلاثة، أصلا أنا كنت عامل كذا، أصلا أنا مش عارف. طب ما تقول من البداية، ده مهم جدا. نيجي للفحص، بنفحص الأعضاء التناسلية، بنفحص الخصيتين، بنشوف حجم الخصيتين، بنشوف هل الخصيتين في مكانهم ولا لا، بنشوف هل في دوالي ولا لا. يعني الدوالي دي موضوع مهم، بس لازم يتقيم صح. يعني وجود الدوالي محسوسة من الدرجة الثانية أو الثالثة يؤثر على جودة إنتاج الحيوانات المنوية من الخصية. ليه؟ ربنا خالق الخصيتين خارج الجسم، ودي الحكمة، مهمة جدا إن درجة حرارة الخصيتين يبقوا أقل درجتين من درجة حرارة الجسم، يعني تقريبا 35 درجة، درجة حرارة الجسم 37. الدرجة الحرارة دي تمكن الخصية من إنتاج الحيوانات المنوية. وجود الدوالي اللي بيحصل بتنقل درجة حرارة الجسم للخصيتين، فيأثر على جودة إنتاج المصنع، يأثر على الحركة، يأثر على نسبة الشوهات، يزودها، يقلل العدد. طيب كمان وجود الدوالي يتسبب إن في مواد مؤكسدة بنسميها الرص أو الرياكتيف أوكسين سبيشيس، دي بتعمل إيه؟ بتضر طبعا من الحيوانات المنوية اللي بيتم إنتاجها. يبقى انا دلوقتي الدوالي من الدرجه الثانيه او الدرجه الثالثه، دوالي مؤثره على انتاج الخصيه، الدوائل دلوقتي الحاله اللي قدامي حاصل ان في سنه علاقه زوجيه منتظمه بدون استخدام اي موانع للحمل، في الحاله دي يبقى احنا قدام حاله لازم نعمل عمليه ربط دوالي. احسن اسلوب لعلاج الدوالي هي عمليه ربط الدوالي بالجراحه الميكروسكوبيه. ليه؟ فكره الجراحه الميكروسكوبيه احنا بنبقى واخدين بالنا ونحافظ على الشريان المغذي للخصيه، بنحافظ على الدوره الدمويه للخصيه، ما يحصلش مشكله في الخصيه بعد العمليه، وبس بنربط الاورده المتسببه في الدوالي. هل في دواء يخفف الدوالي؟ لا. دوالي موجوده ومؤثره يبقى نعمل لها عمليه. حد مش متزوج ممكن يعمل دوالي؟ لو مأثر على السائل المنوي، لو عامله وجع مأثر على اللايف ستايل بتاعه، مش قادر ان هو يستحمل الوجع ده، لو مأثر على الخصية نفسها، لو عامله ضعف في الخصية نفسها. طيب يبقى احنا دلوقتي الدوالي عرفنا ان هي بتأثر على العدد، بتأثر على
الحركه بتضعفها بتزود نسبه التشوهات. طيب في اسباب تانية ممكن تكون بتخلي في تاخر انجاب؟ اه بس ايه الحاجه اللي انا شايفها قدامي؟ هل انا دلوقتي مشكله في ضعف الحركه وزياده نسبه التشوهات؟ في حاجات كتير، تدخين زي ما حضرتك قلت، وده كتير بنشوفه دلوقتي في الريبورتات، يقول لك ضعف الحركه وانعدام او عدد قليل، العدد قليل والتشوهات، وخصوصا ضعف الحركه وزياده نسبه التشوهات. رقم واحد تدخين. التدخين. عندنا التعرض لفترات طويلة جدا لدرجة حرارة عالية، بيشتغل مثلا في أماكن فيها درجة حرارة عالية، أفران، مصانع، حاجات زي كده مثلا، دول بيبقوا قاعدين موتور العربية يعني تحتهم مصيبة سودة. الدوالي زي ما قلنا. طيب وجود التهابات في مجرى البول أو في البروستاتا تعمل ضعف في الحركه وتزود نسبه التشوهات، وفي الحاله دي لازم اعمل مزرعه بول ومزرعه لسائل البروستاتا. ليه؟ انا مش هدي علاج عشوائي، مش هجرب، ما يبقاش الموضوع قدامي ادخله بصوره مزمنه وانا ممكن اعالجه صح. اعمل المزرعه، اعرف نوع البكتيريا المسببه للصيد اللي قدامي ده، واعرف ايه الانتيبيوتيك او المضاد الحيوي اللي اديه بصوره او بكميه او لفتره كافيه اخلص من الصيد اللي موجود ده، يبقى انا ارتحت من المشكله دي. ضعف الحركة أعالجها إزاي؟ أي مشكلة من اللي قلناها نخلص منها. ولكن في حالات بيبقى أنا قدام إن الحركة زيرو ولكن الحيوان المنوي حي مش ميت، وده بنعرفه عن طريق اختبارات بنعملها، إذا كان الصبغة أو اختبارات اللي هي الهوستست. طيب أنا دلوقتي قدام الحركة زيرو، طب ما أنا ممكن يكون أصلاً في مشكلة في البناء التكويني لذيل الحيوان المنوي المسؤول عن الحركة. ذيل الحيوان المنوي لو خدنا فيه ترانسفيرس سيكشن أو خدنا فيه قطاع عرضي، بيبقى باين إن فيه 9 دوائر طرفية وفي دايرتين في النص، كل دايرة طرفية ماسكة في اللي قدامها بحاجة اسمها الطينين أرم. لو في نقص في وماسكين في الدايرتين اللي في النص بحاجة اسمها ريديال لينك السلوك كده، لو في فقد للوصلات دي الدينين ارمز ده هي زي ما موجود كده في الصوره، يبقى انا الحيوانات المنوي مش هيتحرك. وده موجود في امراض زي الموتايل سيليا سندروم، بيبقى جزء من المشكله ان في ضعف في الحركه اللي هي ممكن تكون كمان متلازمه كارتيجنر سندروم. طيب متلازمه بيبقى فيها كل الحاجات اللي في الجسم فيها حركه فيها مشكله، تلاقي الحيوانات المنويه فيها مشكله في الحاجات الاهداب الموجوده داخل الرئه فيها مشكله، والاهداب الموجوده في الجيوب الانفيه فيها مشكله. بالظبط. الحاله دي مفيش ادويه تحسن الحركه، الحاله دي انا اخد الحيوان المنوي واعمل له حقن مجهري في البويضه. ده الحل الوحيد في حاله زي كده. التشوهات في اسباب اعالجها اللي قلنا عليها. طيب انا مهم جدا لازم ابقى عارف نمط التشوهات، لان في نمط ينفع مع حقن مجهري، الجلوبوسبرميا ده فيه مفيش الاكروزوم، الاكروزوم مش موجود، لكن لو الحيوان المنوي ده انا حطيت له كالسيوم ايونوفور هيبقى قادر على اخصاب البويضه وعمل الحقن المجهري. اشرح لي الحته دي، انت قلت كلمه جامده جدا دلوقتي براحت براحتنا بس نفهمها للناس. عينيا دلوقتي في تشوهات، وتشوهات نسبتها عاليه جدا، في اسباب عالجناها ما تحسنتش. طب انا يهمني جدا اعرف نمط التشوه، يعني التشوهات دي فين مكانها وايه بالظبط، لان ممكن التشوهات دي الموجوده ممكن في نوع اقدر اعمل بيه حقن مجهري، وهو النوع اللي هو جلوبو زوزبرميا، وده بيكون مفيش الراس الحيواني المنوي بيبقى عليه حاجه اسمها اكروزوم. الاكروزوم ده مش موجود، الاكروزوم ده وظيفته القدره على اخصاب البويضه. طب اعوض عدم وجوده بايه؟ بماده اضيفها وقت الحقن المجهري اسمها كالسيوم اينوفور. يبقى كده ان شاء الله يحصل اخصاب للبويضه والحقن المجهري ينجح. فدي حاجه مهمه جدا، يبقى الفحوصات مهمه، والفحوصات المتقدمه وفي اماكن قويه مهمه جدا جدا. طيب انا دلوقتي في حاجه ثالثه اللي هي قله عدد الحيوانات المنويه، اتعامل معاها ازاي؟ ناس كتير تلاقي جايب لك التحليل عنده عدد حيوانات منويه قليل. انا دلوقتي في حاجة مهمة جدا، والحاجة دي عايز اتكلم فيها باستفاضة واشرحها للناس، لأن أنا دلوقتي بقول الكلمة دي كله بيزعل، معرفش ليه المرضى بتزعل من حاجة زي كده. أنا دلوقتي قدام تحليل سائل منوي وعدد الحيوانات المنوية أقل من 5 مليون في الملي. بقول له أنا مش هتكلم في حاجة، روح جمد لي الحيوانات المنوية، روح جمد لي السائل المنوي بتاعك. يقول لي لا أنا مش هعمل حقن مجهري، بقول له حضرتك روح جمد. أنا مش ضامن نشاط الخصية بتاعتك. الأبنورمال هاز نو رول.
الحاجه اللي مش طبيعيه ملهاش قاعده. انا مش ضامن الخلل اللي في الخصي هيوديني لفين، انا مش ضامن مع العلاج هيحصل تحسن ولا برضو الكيرف هينزل واوصل لمرحله ان ازوسبرميا انعدام حيوانات منويه في السالب المنوي، ويبقى احنا دخلنا في مشكله تانية. طب ما انا ليه حرام عليا ما كان في حيوانات منويه عندك ما تروح تجمدها؟ طيب امتى اجمد؟ لو العدد اقل من 5 مليون في الملي. ده العلم بيقول كده. ده مش بتاعتي. دي جايد لاينز. عشان محدش يزعل بس. لا دي جايد لاينز. ايه تاني؟ المرضى ربنا يشفيهم مرضى السرطان قبل ما ياخد العلاج الكيماوي، قبل ما ياخد العلاج الاشعاعي، يروح يجمد. الحمد لله نسبه الشفاء من السرطان ما شاء الله عاليه جدا. طب ليه احرمه بعد ما يخف؟ ان هو الاقي ان خلايا الخصيه حصلت اتاثرت، وخلايا الخلايا المنتجه للحيوانات المنويه اتأثرت. طب انا دلوقتي ليه ما جمد له الحيوانات المنويه بتاعته؟ لو اتأثر بصوره كبيره من العلاج يبقى هو قادر على الانجاب باذن الله من الحيوانات المنويه اللي هو مجمدها. والشيء بالشيء يذكر، اللي اصلا عنده مشكله تستيكر تيومر، عنده اصلا ورم سرطاني في الخصيه قبل ما يتم. ما هو ده احنا دلوقتي خلاص، احنا خلاص هيضطر ان هو يعمل جراحه، هيعمل اي حاجه نجمد، وبعدين يبقى احنا في السيف سايد جمدنا الحيوانات المنويه واشتغلنا عليها. طيب دلوقتي انا قدام حاله نقص عدد الحيوانات المنويه، اتصرف معاها ازاي؟ لازم نبقى عارفين اصلا الخصيه بتشتغل ازاي. الخصيه بتشتغل عن طريق هرمونات جايه من الغده النخاميه الاف اس اتش ال اتش، بتروح الهرمونات ده هي على الخصيه تخليها تشتغل. هرمون ال اتش يروح لخلايا اللايدك سيلز يخليها تطلع هرمون الذكوره، يقوم هرمون الذكوره يستحس الخلايا المنويه على الانقسام وتكوين حيوان منوي كامل قادر على باذن الله على خصب البويضه. طب ما اشوف اذا كان في خلل في الهرمونز دي ولا لا، اشوف اعمل تحليل اف اس اتش، اشوف ال اتش، اشوف البرولاكتين، اشوف التستوستيرون توتال وفري، اشوف هرمونز الاستراديول. كل دول هرمونات، في منهم هرمونات غده نخاميه وفي هرمونات الغدد الكظريه والخصيتين والخصي. دلوقتي انا اشوف الدنيا ايه بالظبط، ما لازم افهم في خلل ولا ما فيش خلل عشان اقدر اتعامل مع الخلل ده، اقدر اديله العلاج المناسب، ارجع بقى استحس الخصيه تاني ان هي تشتغل بصوره طبيعيه. هل في فشل في الغده النخاميه؟ هل في مشكله في الهرمونز؟ هل في مشكله في التستوستيرون او هرمون الذكوره طلع من الخصيه ولا لا؟ لازم اعرف الكلام ده. طيب دي بندي العلاج وبنشوف النتيجه وان شاء الله يكون في تحسن كويس. انعدام الحيوانات المنويه دي بقى المشكله الكبيره. يعني عملت تحليل سائل منوي ما لقيتش فيه حيوانات منويه. طيب. الصدمه بقى. اول حاجه بقول له بعد اذنك هنعيد تحليل السائل المنوي تاني في معمل ذكوره متخصص. ليه؟ نكشف كويس وندور كويس، يا رب نلاقي حتى لو عدد بسيط من الحيوانات المنويه نجمده. احنا ما عندناش رفاهيه ان احنا نضيع الثروه اللي ممكن نلاقيها دي، مش عندناش الرفاهيه دي خالص، نجمد. عمل التحليل وللاسف ما لقاش. طيب نيجي بقى كده ونشوف الدنيا رايحه فين وجايه منين. يعني هل انا دلوقتي مفيش حيوانات منويه في السائل المنوي بتاعي بسبب ان مشكله انسداديه؟ يعني الخصيه المصنع شغال كويس ولكن المسار اللي بيمشي فيه الحيوانات المنويه مسدود. الخصيه بتنتج الحيوانات المنويه، بتطلع للبربخ، بتطلع الوعاء الناقل مرورا بالحويصلات المنويه، قنوات القاذفه، ثم غده البروسيس، ثم الى خارج الجسم. طيب دلوقتي هل في مشكله انسداديه؟ اتكلم مع العيان واسمع منه كويس، انت جالك زمان التهابات جامده وما اتعالجتش كويس؟ افحص العيان واشوف كده تحت ايدي انا حاسس الفاس ديفرنس الوعاء الناقل ولا لا؟ لان انا لو مش حاسه في حاجه اسمها كونجينيتال بايلاترال ابسنس اوف فاس ديفرنس، عن ناحيتين مش موجود، ما تخلقش الفاس ديفرنس. ده بقى ما ضيعلوش وقت في علاج. ده موجود ان شاء الله عنده حيوانات منويه في الخصيه بعدات كبيره، انا اخد عينه من الخصيه واعمل بيها حقن مجهري والمشكله اتحلت. لان الناقل نفسه الكوبري اللي بينقل الحيوانات المنويه مش موجود. حتى لو في انسداد، وده اكتر اماكن بيبقى فيها انسداد على مستوى البربخ او على مستوى القنوات القاذفه، تصليح الانسداد ده جراحات مش سهله، وفرصه الارتداد بتبقى كبيره جدا. يبقى انا دلوقتي ما حليتش المشكله، انا ضيعت له وقته. انا ليه عايز اعمل الكلام ده كله؟ عشان حمل. طب ما نخلص ناخد الحيوانات المنويه بنعمل بيها الحقن المجهري ونخلص الموضوع. طيب لا، الراجل ده ما عندوش مشكله انسداديه. ده طب نشوف بقى هل في مشكله وظيفيه في الخصيه؟ يعني ايه؟ يعني دلوقتي المشكله في المصنع بتاعي. طيب اشوف الخصيه، اشوف حجمها، هل هي صغيره؟ هل حجمها طبيعي؟
اشوف الهرمونز بتاعتي اللي انا قلت عليها من شويه، اشوف في بالانس وفي توازن بينها ولا لا، ولا ايه المشكله بالظبط. وعلى ضوء الكلام ده اعمل للعيان كورس علاج 3 شهور 6 شهور على حسب حالته، واخليه يروح يعمل تحليل سائل منوي تاني، ولو في جامد. طب ما فيش، هل معنى مفيش امل؟ لا، ان شاء الله في امل. بمعنى ممكن يكون انتاج الخصيه من الحيوانات المنويه قليل لدرجه ان هو ما بيطلعش في السالب المنوي بره، فيبقى في الحاله دي لازم اروح له انا افتح الخصيه واعمل تفتيش ميكروسكوبي للخصيه واشوف البؤر المنويه اللي فيها حيوانات منويه، اخدها اجمدها واعمل بيها الحقن المجاري. او لو في وقت الحقن المجاري اخدها فريش واعمل بيها الحقن المجاري لو الظروف توفرت لي كده. طيب دلوقتي عملنا تفتيش ولقينا الحمد لله، ما لقيناش خلاص مفيش امل، الدنيا قفلت، الدنيا السودة خلاص والدنيا خلاص. لا، ليه؟ لما انا فتحت وما لقيتش يهمني اخد نسيج من الخصيه. ليه؟ ده يديني معلومات مهمه جدا جدا. ازاي؟ ده بيعرفني هل في ضمور في خلايا الخصيه. ضمور الخصيه ده تشخيص باثولوجي، ده مش تشخيص اقدر اشخصه كلينيكال بايدي ولا احنا، لا، ده في خلايا منويه ولكن انقسامها متوقف. طب متوقف في انهي مرحله؟ هل متوقف في المراحل الاولى؟ ما المراحل الاولى بتعتمد على هرمون اف اس اتش، ولا متوقف في المراحل الاخيره؟ ما هو ده بيعتمد على هرمون التستوستيرون. طب في المرحله دي ادي له العلاج بتاعه اللي هو اذا كان الاف اس اتش، اما في المراحل الاخيره مش هدي له هرمون التستوستيرون، لان لو اديت له من بره هرمون التستوستيرون ده معناه ان هو مش هينقسم خالص ولا هيعمل حيوانات منويه. الخصية بتعتمد على هرمون الذكورة اللي هي بتنتجه علشان تعمل انقسام وتكوين الحيوانات المنوية. يبقى انا هديله هرمون الـ H اللي هو يروح لخلايا اللايدك سيلز اللي هي تطلع التستوستيرون بكمية احسن شوية وبكمية كافية، لان في ساعات بيبقى الخصية كسلانة عايزة اكتر، وتساعدها ان شاء الله يبقى نستحس وتبقى الدنيا كويسه. وده كلمه برضو بقولها، ان الشباب والرجاله في الجيم اللي بياخدوا هرمون التستوستيرون حضرتك بتضيع الخصوبه. اشرح لنا الحته دي بالراحه. ما هو دلوقتي الحته دي مهمه قوي. طيب دلوقتي احنا قلنا ان الخصيه عشان تنتج الحيوانات المنويه بتاعتها لازم بتعتمد على هرمون الذكوره اللي هي بتنتجه. لما ندي من بره هرمون ذكوره الخصيه تتقمص، واللي مش هتطلع هرمون ذكور ما تطلعش هرمون ذكور. انت بتدي من بره بيحصل حاجه اسمها نيجاتيف فيدباك انهيبيشن، اللي هو تاثير نيجاتيف مرتجع على المصنع يقول له في هرمون ذكور ما تطلعش زياده، ما تطلعش، لان الجسم حساس تجاه هرمون الذكور على فكره. بالظبط. فهو البي بياخد هرمون ذكوره، انا عايز اعمل بادي بيلدينج واعمل جسم كويس، بس انت حضرتك ضيعت الخصوبه بتاعتك. يعني اعمل عضلات واخد هرمون ذكوره ده هياثر، يعمل عضلات من غير هرمون ذكوره. يلعب رياضه، رياضه حلوه جدا جدا جدا، يشيل ويتمرن صح ويبقى فيه تغذيه صح وفي حاجات كتيره جدا، من غير ما ياخد هرمون ذكوره، من غير ما ياخد اي حاجه فيها هرمون ذكوره، من غير ما ياخد اي حاجه فيها هرمونات. لان هو يعني المسميات كترت واللعب بالمسميات والبيزنس في الموضوع ده بقى ليه اشكال كتيره وليه حاجات يعني مش كويسه. طيب ولا نرجع للموضوع تاني، انا كنت بتكلم ان في توقف لانقسام الخلايا المنويه عند مرحله معينه، ولا انا اساسا قدام حاله سيرتولي سيل اولي. يعني ايه؟ يعني دلوقتي مفيش خلايا منويه قدامي، واللي قدامي بس خلايا سيرتولي. ايه بقى يعني ايه دي؟ طيب دلوقتي لو احنا خدنا شفنا الخصيه بيبقى فيه خلايا هرميه بيسميها خلايا سيرتولي، دي بتخدم على الخلايا المنوية وتساعدها ان هي تكمل مراحل الانقسام. في حالات لما بناخد نسيج الخصية ونفحصه ما بنلاقيش غير خلايا سيرتولي، يعني ما فيش خلايا منوية. طيب هل في الحالة دي احنا فقدنا الامل؟ طيب لازم نعرف، طيب سيرتولي سيل قول لي ايه بالظبط، ايه اللي ليه خلينا الوضع ده، ليه بقى في جيرم سيلز ابليزيا، ليه ما بقى ما فيش فيه خلايا منوية؟ هل ما تكونتش من الاساس، ولا هل اصلا كانت موجوده وبفعل حاجات معينه اتدمرت؟ يعني خدنا ادويه مثلا لعلاج السرطان اللي كنا بنتكلم فيه من شويه، ولا كان في انفكشن عنيف ضيع الخلايا المنويه دي خلاص، ولا احنا دلوقتي بنتعرض لدرجات حراره جامده جدا ضيعت الكلام ده.
ولا احنا قدام في حذف جزئي لكروموزوم واي، واي كروموزوم مايكرو ديليشن، واي كروموزوم في ممكن يحصل حذف جزئي بيطلع لنا النتيجه دي. طيب برضو احنا امل ما فيش، لا ان شاء الله في امل، ما نفحص واي كروموزوم ونعرف مكان الحذف فين. ما هو لو عند المنطقه ايه خلاص احنا كده ما فيش امل، عيب جيني معين قد يكون له احتمالات كتير. بالظبط لو احنا لقينا ان الديفكت او الحذف ده في منطقه ايه خلاص احنا سيرتيس نقول لي، ولا منطقه دي لا سيرتيس نقول لي بس في خلايا منويه بس بيحصل توقف للانقسام، ونعرف هو فين ونستحس ساعتها الخصيه بالعلاج المناسب زي ما قلنا، ونرجع بعد فتره علاج كويسه نعمل نعمل عمليه تاني واستكشاف ونعمل تفتيش بالميكروسكوب للخصيه ونلاقي ان شاء الله. ولا احنا في المكان الحذف ده في المنطقه سي وساعتها لا في بؤر منويه بس احنا ما قدرناش ان احنا نشوف كل الخصيه في اول مره، فلما نعمل مراجعه ثانيه ونبقى ساعتها حضرنا الحاله كويس ونشوف ونلاقي البؤر المنويه اللي موجوده دي وناخد منها حيوانات منويه ناخد الايب منويه ونعمل منها في حيوانات منويه قادره على الحقن المجهري ان شاء الله. يعني في امل؟ اه في امل، بس نمشي بسيستم، نمشي بعلاج. في حاجة مهمة جدا بقولها لكل المرضى، حضرتك عملت عملية عينة من الخصية بالميكروسكوب ولازم يكون معاك تقرير الباثولوجي ومعاك السلايد بتاعة العينة دي، ده مهم جدا، ده اللي ببني عليه خطة العلاج بعد كده إذا كان في أمل ولا مفيش أمل، إذا كان يا فندم معلش يعني دي رزق وأرزاق ربنا ولا إحنا ممكن ندي لنفسنا أمل ونمشي ونجهز ونشوف الدنيا ماشية إزاي. آه طبعا بنقول أصلا ضيعتها، ليه ضيعتها؟ ليه دي مهمة؟ ده كانت عملية وتعبت فيها، فلازم بقول لكل المرضى لا عملت عينة قبل كده من الخصية طلعت سلبية قدر الله ما شاء فعل، عشان نعرف إذا كنا هنعمل إيه بعد كده لازم يبقى معاك التقرير الباثولوجي وأهم كمان يكون معاك السلايد الشريحة نفسها بتاع الكلام ده. إيه أسباب تاني ممكن تكون متسبب في عدم وجود حيوانات منوية في السائل المنوي؟ متلازمة كلاينفلتر. كلاينفلتر سيندروم. وجود كروموزوم اكس زايد بيبوظ الدنيا خالص. يعني العيان ده بنعرفه ازاي؟ بيقول لي ان هو اتاخر في البلوغ. عيان طويل. يعني شويه المظاهر السنويه للذكوره بسيطه متواضعه. الخصيتين صغيرين. طب ده هل مفيش امل؟ لا في امل في نسبه كبيره جدا، لو ما بنحضر الحالات دي بنلاقي بؤر تحتوي على خلايا منويه وبتقسم فيها الخلايا دي وبتكون حيوان منوي قادر على اخصاب البويضه واتمام الحقن المجهري. حلو جدا لو نقدر ان احنا نعمل العمليه يبقى الحيوان المنوي فريش ونعمل بيه الحقن يبقى احسن نتائج، لو قدرنا كده يبقى كويس جدا. ومش بس كده بيعمل انعدام للحيوانات المنويه في السائل المنوي، عندنا برضو مشكله تانية وهي اندسندد تيستس. يعني ايه عدم نزول الخصيتين؟ عدم نزول، مفيش الخصيتين مش مكانهم، الخصيه المعلقه. اي طفل لازم بعد ما يتولد يتفحص كويس، دكتور الاطفال يبص عليه. طب ما تفحص لما اتولد، بعد شويه نوديه لدكتور الاطفال وحديث الولاده يشوفه يطمنا على كل الدنيا اخبارها ايه. طيب احنا دلوقتي سيبنا الولد ده لحد سن كبير لا خد علاج عشان الخصيه تنزل ولا عملنا له العمليه بدري، فطبيعي ان يبقى تتدمر الخلايا المنويه بتاعته. ولكن في حالات لما بنجهزها ان شاء الله بنلاقي فيها حيوانات منويه. حالات انعدام الحيوانات المنويه مش سهله وتحدي كبير، وبيبقى عندنا امل ان المريض واسرته يبقوا سعداء. الحاجه اللي بتفرحنا ان هو يقول الحمد لله زوجتي بقت حامل، وندعي له ان الحمل يتم على خير وربنا يفرحهم. بنلاقي كتير ان الحمد لله ان الحقن المجهري حل مشاكل ما كانش ليها حل قبل كده. وبيجي لي ناس بيبقى عامل حقن مجهري مره واثنين وثلاثه وحصل فشل. فشل متكرر. طيب بقول لك قضيه خطيره. طيب ما نعمل تحليل كروموزومات لحضرتك ونعمل حاجه مهمه جدا، تكسير ماده الوراثيه سبير
دي ان ايه فراجمنتيشن، تحليل سائل منوي عادي، امتناع عن القصف يعني من 3 ل 5 ايام مثلا. وبعدين بنشوف الحيوان المنوي وظيفته ايه، يوصل المعلومات الوراثيه للبويضه ببساطه جدا، يعني هو عليه الدي ان ايه الحامض النووي ويوصلها. طب لو المنتج ده الحامض النووي ده في مشكله، هينتج ازاي بعد كده ان هو يعمل خلايا جنينيه وبعد كده تكون جنين ويستمر الحمل كمان؟ ما نشوف بقى فشل ليه، ما ممكن يكون في تكسير ماده وراثيه عالي وزايد. طيب لو لقينا نشوف ايه اسبابه، العيان ده عنده دوالي، طب ما نعملها له. العيان ده شويه مهمل دنيته، عايزه تتظبط شويه، محتاج مضاد اكسده قويه، محتاج فيتامينز كويسه، محتاج ان هو يتحضر كويس كمان. بنحضر بمعنى ايه؟ يعني في هرمون الاف اس اتش لما بنديه بجرعات كبيره لفتره كويسه بيحسن الموضوع ده. وعلشان نوصل لاحسن نتائج يوم الحقن، احنا ما بناخدش الحيوان المنوي من تحليل السائل المنوي عادي، لا ده احنا بناخده بابره من الخصيه. ليه؟ عشان نوصل لاحسن نتائج من الحقن المجهري، يبقى معدل النجاح اعلى شويه، السكسس ريت احسن شويه، ودي احدث الجايد لاينز اللي احنا بنمشي عليها. احنا بنقول ان احنا بنعمل اللي علينا وبنجتهد، والفحوصات المهمه وصبر المريض، وان هو يمشي على سيستم مظبوط، وان هو ما يزهقش، وان هو يكون صبور، وان هو احنا بيبقى هدفنا من الفحوصات ان احنا نوصل لسبب عشان نعرف احنا فين. وفي الاول وفي الاخر الخلفه رزق، ربنا قال ايه؟ لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. صدق الله العظيم. الخلفة رزق، إحنا بيبقى همنا إن إحنا نوصل للسبب، وإن يعني نضيف سعادة، ولا يعني نحس إن إحنا أضفنا بهجة وأضفنا حاجة كانت ناقصة الأسرة دي. ولكن في الأول وفي الآخر إرادة ربنا فوق كل حاجة، وإرادة ربنا هي المتحكمة في كل حاجة. ولكن الأمل موجود، والصبر على العلاج، وإن إحنا نبقى عندنا طاقة إيجابية، وإن إحنا نبعد بقى عن الخرافات الغريبة اللي إحنا بنسمعها. أنا بلاقي ناس يقول لي معرفش رحت إيه وخدت أعشاب إيه ومخدت معرفش إيه ورحت فين في الصحراء، إيه ده؟ صحرة إيه اللي رحت فيها عشان تروح لواحد دجال يديك أعشاب عشان تخلف؟ الكلام ده لحد النهاردة موجود. يعني بلاقي إن هو مكسوف إن هو يعمل تحليل سائل منوي وراح لواحد جاهل عشان يديله أعشاب عشان يخلف، ده إزاي؟ أنت مكسوف من العلم ومش مكسوف من نفسك من الدجل ومن الجهل؟ يا ريت الحاجات دي كلها ما تبقاش موجوده، ويا ربنا يرزق كل الاسر، وربنا يضيف ليهم البهجه والسعاده، ويا رب كل الناس تبقى مبسوطه. ايه اشهر الاخطاء اللي انت بتشوفها في عالم او في الممارسات؟ مش طبعا احنا عارفين الاخطاء المتعلقه بالشعوذه والسحر والكلام لهبل ده، الاخطاء اللي متعلقه بالمانجمنت اوف ديكريز فيرتيليتي. اول حاجه يعمل التحليل غلط. احنا بنقول يومين لخمس ايام امتناع عن القصف بانواعه، مفيش جماع، مفيش. دلوقتي لما يعمل في مده اقل من كده يديني انطباع خاطئ ان العدد قليل، مش قليل. يزود المده يديني انطباع خاطئ ان الحركه ضعيفه، والحركه مش ضعيفه. فعشان كده لما اي حد بيجيني بتحليل سائل منوي وفي مشكله بقول له معلش هنعيده تاني، وفي معمل تاني نتلافى الخطأ البشري، ونقول له على كل الاحتياطات اللي لازم يعملها عشان نبقى احنا ماشيين في السيف سايد. حاجات تانية، يعرف المريض ان هو عنده مشكلة، انكار المشكلة، ما عنديش حاجة انا كويس، يلف على كل الدكاترة ياخد نفس التشخيص، ولكن خدت العلاج اصلي جبته، اصل العلاج خلص. حضرتك خدت العلاج؟ حضرتك جاي لي بعد 3 شهور اخدت العلاج مظبوط؟ اصل انا بتعب من الحقن. انت عارف بعمل ايه حضرتك؟ بعمل في حاله زي كده بخلي مراته تزن عليه. الست هي اللي بتعمل كل حاجه، ده فعلا مراته عايزه تنجب منه، اقول لها عليك على جوزك، يبطل سجاير، ياخد العلاج في مواعيده، يجي المتابعات في مواعيدها، يسمع الكلام، مش عايز يعمل عمليه هي اللي تخليه يعمل. ده فعليا يعني اي حاجه عايز الراجل يعملها مراته هتعملها تخليه يعملها. هيخسي هتخسي، يبطل كحول هتخليه يبطل. هيمشي على الحيط، هيمشي على الحيط. عندي 3 محطات هسألك فيهم وتنقي لي من كل محطة اختيار، بس هتقولي بعد الاختيار لماذا اخترت هذا الاختيار. جاهز؟ طبعا. المحطة الأولى،
أبيض أسود أم رمادي؟ الجيد في الأداء الجنسي جيد في الإنجاب بالطبيعة بالتأكيد، طالما هو بيؤدي جنس هيؤدي إنجاب. الكلام ده أبيض صح ولا أسود غلط ولا رمادي بين البنين؟ لا، ممكن واحد يكون قادر على الجماع ولا ينجب، وممكن واحد يكون قادر على الإنجاب ولا يستطيع الجماع، وممكن واحد يكون عنده مشكلة في الاثنين. يعني هي الفكرة كلها في فرق كبير بين الفحولة والخصوبة. الفحولة هي قدرة الأعضاء التناسلية على الجماع، العضو يقدر أنه ينتصب ويقدر أنه يعمل جماع كامل ويعمل علاقة زوجية كاملة ويحصل قصف وتبقى الدنيا تمام. لكن هل القصف ده في حيوانات منوية ذات جودة كافية من حيث العدد، من حيث الحركة، من حيث نسبة الحيوانات المنوية الطبيعية قادرة على إخصاب البويضة وإتمام وحدوث حمل بعد كده ولا لا؟ وفي ناس في حالات تانية بتبقى مش قادر ان هو يحصل جماع، او مش قادر ان هو يحصل مثلا حد مثلا عنده مشكله في العمود الفقري مثلا وفي اثر على الاعضاء التناسليه وعلى سبيل المثال، او حد ديابيتك، حد عنده السكر ولكن السالم المنوي بتاعه عنده جوده كويسه جدا ويقدر يجامع، وعشان كده الحقن المجاري بقى موجود. يعني احنا ناخد بقى السالم المنوي اللي جوده كويسه ونحل مشكله تاخر الانجاب، وبرضه مش هنسيبه، هنحل له مشكله ضعف الانتصاب، ده مهم جدا لازم نعرف. يعني مثلا ضعف الانتصاب اسهل في الحل من المشكله، الاسهل ان المريض يلتزم، هو ده الاسهل ان هو يعترف بالمشكله ويمشي صح. يعني ضعف انتصاب اقول له تعالى، من امتى كنت كويس قبل كده ولا لا، انت من البدايه واحنا عندنا الضعف ده من اول يوم جواز. طيب ده الموضوع كبير جدا، ده احنا في الاول تعالى انت عارف يعني ايه علاقه زوجيه، انت عارف ايه هي خطوات ودوره الاستجابه الجنسيه، انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي ولا لا، بنفهمه كل الخطوات ويكون الزوجين موجودين عشان هي تسمع وهو يسمع، كل واحد بيبقى عنده اخلاط افكار مشوهه ومختلطه وكل واحد قايل له اي حاجه ومن كل فيلم اغنيه زي ما بيقولوا، لكن لما بنقول له الخطوات السليمه والموضوع ماشي ازاي بالظبط خلاص بيفهم والدنيا تبقى مظبوطه. طيب كان عندك ضعف، خدت ادويه عشوائيه ولا لا؟ ده اكبر مشكله. طب تعالى بقى اعمل لي تحليل سكر، في ناس كتيره بنكتشف ان عندهم السكر وهو اصلا مشكلته جايه ضعف انتصاب. دهون ثلاثيه وكوليسترول اول مكان او اكتر اماكن بشوات البطنه، حضرتك طبعا علمتونا ان احنا الاماكن اللي هي بتصاب بتصلب شرايين في الاول اللي هي بتبقى الشرايين الضيقه الكوروناري والاقوى، الحاجات اللي هي ليها علاقه بالعضو الذكري. طبعا السينوسويدز بتتاثر بتراكم الدهون لما يكون الدهون الثلاثيه والكوليسترول عاليه، فطبعا يعمل ضعف انتصاب. اقول له تعالى اعمل لي تحليل هرمون الذكوره ونشوف الدنيا ماشيه ازاي، اعمل لي بقى هرمون الرغبه، في ناس كتيره بنكتشف ان هم عندهم هرمون البرولاكتين هرمون عالي وهو مش ما عندوش انتصاب لان هو ما بداش اصلا دوره الاستجابه، هو من بدايه ما عندوش رغبه جنسيه ويبقى اسبابه ممكن يكون ادويه بياخدها بشكل عشوائي مثلا ادويه القولون العصبي بترفع ادويه المعده في بعض ادويه القولون العصبي بترفع هرمون البرولاكتين، ولا في ساعات كتيره بنلاقي ان المريض ده عنده بيتيوتري مايكرو ادينوما وكل المشكله بتاعته ديكريز ليبيدو، ضعف الرغبه الجنسيه وعنده البرولاكتين عالي في السماء، نعمل له ام ار اي ورم في الغده النخاميه بالظبط، نعمل له رنين على نعرف الكلام ده، والحمد لله ان دي علاجها بيبقى دوائي، يعني المايكرو ادينوما اللي في البيتوتري جلاند دي بيبقى علاجها دوائي بالظبط بالظبط، بنعالجها وبنفضل ناخد العلاج ونظبط له الدنيا وبتبقى تتحل. واقول له تعالى بقى ما نشوف الدوره الدمويه للعضو الذكري اخبارها ايه، ما نعمل لك بنايل دوبلكس ونشوف درجه تمدد النسيج الكهفي بالدم اخباره ايه، وقدره العضو الذكري على الصلابه اخبارها ايه، والمحافظه على الصلابه اخبار الدنيا ايه، وبنشوف ونعمل اختبار انتصاب ونشوف درجه الانتصاب اخبارها ايه. كده فهمنا الدنيا ماشيه ازاي، سهله سهله. اقول له تعالى انت مشكلتك عندك 1 2 3، اي مشكله من اللي قلناها نظبطها، في مشاكل في الهرمونز نظبطها، علاجك دوائي هيتاخد بطريقه معينه والله اون ديماند يعني قبل العلاقه بس، ولا بيتاخد بشكل يومي، ولا نعمل له كومبايند من الفوسفوديستريز اي 5 انهبيتورز نديله كذا نوع مع بعضيهم. طيب اخبار الدنيا ايه، طول ما المريض عنده سبب وعامل له كنترول كويس الدنيا هتبقى كويسه. طيب جالي في مراحل متاخره، يبقى انا دلوقتي قدام حاله اعمل لها حقن موضعي، ماده البروستاجلاند يتودي كويسه جدا وسيف جدا، بعلم العيان ازاي يحقنها لنفسه في النسيج الكهفي وبيحصل تمدد كويس وامتلاء بالدم كويس قبل العلاقه، بيدي لنفسه الحقنه دي وبيحصل جماع كويس، ولازم يلتزم بالرجوع اللي احددها له عشان ما يحصلش برايبيزم. ولا احنا لا
مفيش جاي لي في مراحل صعبه جدا ومفيش استجابه وما كان مهمل في نفسه، ويبقى ساعتها تركيب الدعامه. بنوعيها بقى عندنا الدعامه المرن وعندنا الدعامه الهيدروليكيه. وان كانت الدعامه الهيدروليكيه جميله جدا، ليه؟ لان اللي بيحصل فيها مشابه جدا للانصاب الطبيعي، بيبقى فيه في داخل الدعامه سائل، السائل ده بيملى الدعامه وقت الانتصاب، خلص جماع بيدوس على فالف، الفالف ده خلاص بيسحب السائل، صمام بيسحب السائل ده، يحصل ارتخاء العضو الذكري كانه خلاص الوضع الطبيعي بالظبط اللي بيحصل في الجماع العادي. الدعامه المرنه بيبقى بيقوم بفرد الدعامه وقت الانتصاب ويعمل العلاقه وبعدين بيتنيها تاني. العلاج سهل، والعلاج اهم حاجه يجيني بدري، اعرف السبب، يسمع الكلام، يمشي على التعليمات، الموضوع حل. انا بقول لكل الناس ضعف الانتصاب لو عندك 200 سنه وعرفنا السبب باذن الله ليه حل، بس نمشي مظبوط. المحطه الثانيه. وشك ام يقين. من يعالج مريض ويجد عدد الحيوات المنويه عنده اقل من 5 مليون او 5 مليون وما يعملوش تجميد للحيوات المنويه، ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ الدكاتره ماشيين كلهم على الجايد لاينز، مفيش دكتور ذكوره متخصص هيبدا علاج مع مريض العدد قليل 5 مليون واقل وهيقول لك حامل هبدا في العلاج. لا، هو الدكاتره كلهم احنا مذاكرين وعارفين اللي لينا واللي علينا، هنبدا في تجميد الحيوانات المنويه وعمرنا ما هنسمع كلام العيان. العيان بيبقى جاي من الاخر عايز يرضي الحاجه اللي هو عايزها، بقول له حضرتك احنا مش عايز رشته تفصيل، انت مش جاي لي طب اكتب لي شويه دواء، مفيش حاجه اسمها شويه دواء، في حاجه اسمها مش مفيش حاجه اسمها نديك صك زي ما بيقولوا تبرئه، انت مش متهم بحاجه عشان نديك صك بالظبط، انت مش متهم بالظبط، انت مش تحت طائله القانون ان انت عندك مشكله بالزبط. مش في العيل، سيبكوا بقى من الافكار اللي هو ايه اصلهم في البلد ولا في العيله مستعجلين على الخلفه وعايزين يتهموني الكلمه دي على فكره اصلا بتتهمني ان انا السبب. مين قال اللي انت اساسا متهم؟ ده بالزبط. انت مريض بالزبط. لو انت عندك مشكله انت مريض هو مش متهم بالظبط. لو حد عنده ضعف ابصاره وبيلبس نظاره هو متهم، كلنا متهمين بقى في مشكله. لا، الدكاتره كلهم بنجمد وبنبدا في العلاج وبنعرف السبب وندي كورس العلاج. والله ربنا اكرمنا والنسبه اتحسنت وكان زوجته عندها تبويض كويس وعندها نسبه خصوبه عاليه، نبارك لهم ان شاء الله ويحصل حمل. والله ما حصلش، يبقى احنا عندنا رصيد كويس جدا ونقدر نعمل بيه حل مجال. انا بقول لعيني بقول لك ربنا رزقك مليون جنيه ما تصرفش منهم، شيلهم. بقول لك ان العقد ده ملايين فلوس هتشيلها وتصرف منها، بقول له شيلها يا حبيبي في البنك، هو بنك السيمن، شيله وبعدين ربنا يرزقنا بقى ورزق ربنا جاي في اللي نشوف اخبار الدنيا. المحطه الثالثه. وشك ام يقين. من ينصح صديقه ويقول له سيبك بقى من الدكاتره والكلام ده، انا هقول لك على حاجه من الاخر، ده دي حاجه جايه لي مش عارف منين، او دي حاجه جايبها من الشيخ فلاني او من الدكتور فلاني بتاع الاعشاب الجبار، دي بتظبط كل حاجه في خلال اسبوعين ثلاثه اربعه شهر بكده تلاقي نفسك بتخلف لوحدك من غير حتى المدام، وهم ولا شك ولا يقين؟ دكتور ايمن لو كان في خير ما كانش رماه الطير. بس يا باشا ده وهم اوفر، وهم ده مش وهم، ده وهم، دي وهم كان نصب عالمي يقول لك في خلال شهر مش عارف ولا في خلال كام اسبوع، رغم ان دوره تكوين الحيوانات المنويه اساسا 3 شهور بالظبط. يعني ده حتى جاهلين فيها حتى في النصب. ما هو عارف ان اللي قدامه مستعجل وبيلعب على حته عدم معرفته بالمعلومه الطبيه. ما احنا ربنا يبارك في حضرتك، وحضرتك رائد لنشر المعرفه الطبيه، ويعني حضرتك علمتنا ازاي نقدر نطلع ونتكلم ونعرف الناس، لان ده حق المريض علينا انه لازم يبقى عارف عشان ما حدش يستغله. هي المشكله في ايه؟ ان احنا المريض في وادي واحنا في وادي، احنا كلنا قاعدين في عياداتنا ومستشفياتنا بنعالج المرضى، بنجمع في مؤتمر ومع بعضينا برضو مع بعضينا في المؤتمر. المريض فين من كل ده؟ المريض حقه ان هو يبقى عارف المعلومات اللي تخصه، يبقى عارفها ويقدر ما حدش يضحك عليه. فده اللي بيعمل كده هو مش بيخدمه، هو بيعمل ابتزاز ليه، ده بيبتزه. اذا كان بقى بيبتزه في نوع من الابتزاز، عايز بقى منه حاجه وبيضحك عليه وبيعني بيأذيه اكبر اذى، ان لم يكن ده جريمه. لان النهارده مين اللي يقدر يوصف عليك؟ مين اللي يقدر يشخص؟ هو انا اقدر اشخص مريض قلب مش تخصصي وانا طبيب بشري، لكن اللي يقدر يقول ان العيان ده ياخد دواء ده ولا ما ياخدش الدواء ده
والطبيب المختص يعرف حالته ايه ويشوف العيان، مش بالتليفونات ولا بالواتس ولا بالاونلاين ولا الكلام الغريب اللي احنا بنشوفه دلوقتي، ويشوف العيان كده لحم ودم زي احنا بنقول، ويفحصه يتواصل انسانيا فين الدكتور بيشنت ريليشن شيب اللي احنا عارفينها، وبعدين يقول له حالتك كذا علاجها كذا، والعلاج اللي خده معرفش مين صاحبك، واذا كان حتى كان علاج وكان ماشي مع دكتور مختص مالكش دعوه بغيرك، حالتك غير حالته، غير ده غير ده غير ده، ده طبعا مجرم في حق اللي بيقول كده. نورتني وشرفتني وابدعتك العادي، ربنا يبارك في حضرتك، شرحت شرحا تفصيليا ليس بعده شرح، ربنا يبارك في حضرتك. كل ما يتعلق بقدره الرجل الانجابيه وعقم الرجال شرح في هذه التفصيليه الجميله بجزئيها، استوعبوا كل نقطه فيها لانها نقط شديده الاهميه. اختم كلامي بعد الاستمتاع بكلام ضيفي العزيز بأن أي شيء أونلاين أونلاين منسوب للطب هو نصب محض، لا يوجد في الطب شيء اسمه أونلاين. الحاجة الوحيدة أن أنت تبعت لي في الأونلاين تهنئة بالأعياد وبيوم الجمعة، تقول لي كل سنة طيب وتقول لي جمعة مباركة، ده الحاجة الوحيدة الأونلاين اللي بيننا وبين بعض، وتشكرني وأشكرك وبعت لك قلوب وتبعت لي ورد. نورتونا، واكيد ضيف العزيز نورني اكتر. ضيف العزيز القيمه العلميه المتميزه والاسم اللامع الاستاذ الدكتور وحيد لطفي، استشاري الامراض الجلديه والتجميل والليزر والامراض التناسليه والذكوره والعقم، كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا على الاطلاق في جزئين مهمين جدا فيما يتعلق بكل ما له علاقه بعقم الرجال او تاخر الانجاب عند الرجال، لكن سيظل هناك جزء من الرزق مهم جدا. الرزق مش كله انجاب، مش كله انك تكون اب او ام، وجزء من الرزق، خلي بالكم من كلمه جزء دي فعلا. ممكن ما تاخدش هذا الجزء لكن تاخده في حاجه ثانيه، هم 24 توزعوا لك ازاي مش قضيتك، هتاخدهم 24 بس مش هتعرف تختارهم. وليه ما اعرفش اختارهم؟ الله اعلم. حكمته حكمته. خليكم معنا. الدكتور عبد العزيز الطويل، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية بكلية الطب، عضو الجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية، عضو الجمعية الأوروبية للأمراض الجلدية، عضو جمعية الليزر البريطانية. أهلا بيكم، النهاردة يوم مهم جدا جدا في عالم التجميل، في عالم الجلد. أنا عارف ومتأكد وأنتم كلكم عارفين إن في حالة تهور مع التعامل مع بشرتنا مع جلدنا في فصل الصيف. الشهور اللي فاتت والفترة اللي جاية كمان من الصيف أعتقد إنه لازم ناخد منها درس مهم قوي، إنه في ناس كتير اتحرقت للأسف. اتحرقت بمعنى الحرفي للكلمة. أنتم تقولي اتحرقت؟ لا لا لا، كلمة تقيلة قوي. يعني إيه اتحرقت؟ ده راحت المصيف، قعدت قدام الشمس، الشمس ضربتها بشكل كبير جدا، حتى لو هم بياخدوا صن بلوك بيحطوه جزء من اليوم واليوم بعد كده، او بيكسلوا تاني يوم او بيكسلوا في اوقات، وبيتعرضوا للشمس بطريقه حتى اعتقد يعني تفوق قدره الصن بلوك على الحمايه، والنتيجه ان الولاد او البنات بشرتهم اتحرقت بشكل عنيف للغايه. الشباب بياخدوا الموضوع بانه عادي رجوله ان انا بان يعني برونزاج وبتاع ومش عارف ايه، والبنات بيحبوا اللون دوت واغمقوا تمام، بس انت بتتحرق يا باشا، انت دلوقتي بتعرض جلدك لسرطان الجلد زي ما الفيديو قال وبشكل يعني ما فيهوش نقاش، ده كل الدوريات العلميه بتقول كده. وبعدين تيجي بعد كده تحاول تبيض البشره، سبحان الله، يعني البنات تيجي في الصيف تغمق البشره بعد كده تيجي تبيض البشره، وتبيض البشره بايه؟ فكاستمرار في مسلسل الاستهتار بالجلد اقول ايه؟ هستيريا متابعه السوشيال ميديا واعلاناتها. تروح جايب كريم تبييض من اي حته، ومش في مصر بس، في العالم كله. في قصه مشهوره على لبنت ده بعد الصيف اسمرت شويه، قالوا لها ده انت هتتجوزي، زفاف قدامه شهرين ثلاثه، راحت تجيب كريم تبييض. منين يا سيدي؟ من الدكتور؟ لا، من الصيدلية أبدا. أمال منين؟ من الانستجرام. وكانت النتيجة إن البنت اتشوهت، بقت لونها
أول شهر ما حصلهاش حاجة ملحوظة، بدأت تاني شهر تلاحظ إن لونها كله بدأ مش بيبقى متوحد، بعد كده هو بطش 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 في جسمها. وطبعا الموضوع علميا فيه تفاصيل كتيرة قوي، مش كل حاجة الواحد يروح يجيبها كده بدون إشراف طبي، ما ينفعش الكلام ده، مفيش حاجة المفروض الواحد يعملها من غير إشراف طبي. إذن إحنا في الصيف بنعمل كوارث وبعد الصيف بنعمل كوارث. طب تعالوا بقى نستعرض كيف نتعامل مع هذه الكوارث أو نفهمها ونعرف مدى خطورتها إزاي مع ضيفي العزيز. قيمة علمية كبيرة واسم كبير في عالم الجلدية والتجميل، اسم رائد في هذا المجال، بيسعدني جدا قبول دعوتنا، وطبعا بنتشرف جدا بوجود الضيف الكبير المقام الاسم العلمي القدير الأستاذ الدكتور عبد العزيز الطويل، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية، الأستاذ بكلية الطب، عضو الجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية والجمعية الأوروبية للأمراض الجلدية وجمعية الليزر البريطانية، الاسم القدير والرائد الكبير. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. التهور بأسمة الجلد في مصر وخارج مصر في العالم كله، عايز أبدأ الأول بأشعة الشمس. الناس كتير قوي مش فاهمة إيه هي أشعة الشمس وإزاي بتأثر على الجلد. أشعة الشمس ربنا سبحانه وتعالى خلقها لها المنافع وبعض الأضرار، وإحنا بالنسبة لنا أشعة الشمس في بنقسمها الألترافيولت A و B و C، وكل واحدة لها نانوميتر أو حاجة معينة، ولكن برضو باختصار أنا بقول ألترافيولت A means أو تعني aging، الشيخوخة، شيخوخة مبكرة للجلد. طب ألترافيولت B دي بتعني الحرق، بير الله بير، يعني عشان الناس برضو ما تن التفرات ايه، احنا بنقول لك خلي بالك عشان دي لها مدار ودي لها مدار. هو اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان برضو ده حدوته كبيره من حوادتنا. اللي بيحصل ان اول ما بنتعرض للشمس المباشره، واخد اللي بال حضرتك، يحصل بير اللي هو يعني زي ما هتشوف صور كده بتيجي، حتى تلاقي مثلا ان في الاماكن المتغطيه ما حصلهاش زي ما واضح في الصور، ما حصل دي بتبقى بيرن، دي تاثير سريع ومباشر. فاذا لما بترجع هي بعد ما يحصل كده احنا لازم نتعامل معها بطريقه معينه. اللي بيحصل في الايدجنج ده مختلف تمام، ده تراكمي تراكمي نتيجة التعرض للألترافيولت A بصفة مستمرة وكذا. طيب المفروض أن أي حد قبل ما بيطلع للشمس بيبقى واقي شمس، واقي شمس يعني عليه طبعا علامات كتيرة قوي، لأن استغلهم واقي الشمس في ناحية تجارية ودوه في حتة تانية بس رجعت تتصلح شوية. فواقي الشمس احنا عندنا بيبقى في واقي للأشعة اللي هي A وفي واقي الأشعة B، أو بنقول اللي هو البرود سبيكترم اللي هو بيغطي الاثنين. طيب الواقي الشمس ده في منه حاجة اسمها فيزيكال يعني طبيعي كده، وفي حاجة اسمها كيميكال. طيب بيشتغل ازاي؟ فيه بعض أنواع واقي الشمس إن هو بيعمل ريفليكشن، بيعكس، بيعمل حاجة فيزيكال طبقة كده بيعكس الأشعة. وفي نوع الجلد انا لما بدهنه على الجلد بيدخل للطبقه اللي هي في ستراتوم كورني بتاعه الجلد دي، لما بتيجي اشعه هو بيمتصها. يبقى انا دلوقتي لازم ابقى عارف النوع ده عندي ايه ومكوناته ايه. طيب اللي بعد كده طلعهم برضو من 5-6 سنين يقول لك الاس بي اف اللي هو درجه الوقايه صن بروتكتيف فاكتور، هنا 60 ده 70 ده 90 ده 100، واخد لي بال حضرتك، بدأوا يدخلوا بقى في سلسلة كده من النواحي التجارية البحت، لغاية ما الـ FDA هيئة الدواء الأمريكية اللي بتنظم الحاجات دي كلها قالت لا ما فيش حاجة اسمها كلام، لا في 50 بلس خلاص، هو 50 فيما فوق. طيب اللي عنده واقي شمس 15 هياخد وقاية ولا مش هياخد؟ هياخد يا فندم. بنسبة كام؟ مش هتتخيل حضرتك، 92%. اللي عنده واقي شمس لغاية 30 هياخد 98 ولا 97%.
فمعنى ذلك ان مش عمليه الاس بي اف فقط، ولكن ان احنا كوميرشال بقت صعبه شويتين يعني، واخد بالك. طب واقي الشمس تاثيره على البشره ايه؟ ساعتين اتنين فقط، ساعتين اتنين فقط، فلازم مكرر كل ساعتين، وندهنه قبل التعرض بربع ساعه او حاجه. دايما انا بقول برضو للمرضى عندي كلهم ان اللي عامل واقي الشمس او اللي دهن واقي الشمس ما هوش حصانه. يعني انت ما دهنش واقي الشمس وتفضل برضو موجود في الكلام، ولكن اكتشفوا من دراسات ان فيه مثلا النضاره اللي احنا بنلبسها دي بتدي لك وقايه لوحدها 40%. الاهم من ده الشمسيه، لما كنا زمان بنقول لهم الشمسيه بتدي درجه وقايه ممتازه جدا. كانت الناس زمان ما بتمشيش الا بالشمسيه. مش عارف ايه اللي حصل، ما اعرفش الشمسيه دي اختفت. مش عارف الشمسيه دي حاجه عصيبه. واخد لي بقى، انا اتربيت مع ناس كانت يعني مع امي وجدتي رحمها الله، جدتي كانت ما بتمشيش الا بالشمسيه، واخد لي بالك. فدي بتدي وقايه عاليه جدا، عاليه جدا معايا. فالحاجات دي بتفرق قوي قوي قوي. استخدم واقي الشمس ازاي برضه دي شغلانه معايا حضرتك، لان في مريضه تيجي تقول لي يا دكتور ما بيقعدش معايا وغالي جدا. لا، في عندنا بنقول لهم الفينجر تيب يونت، دي بتاخد من عند هنا يعني عقله الصباع، ده بيكفي ايدين. وانا في الرسمه موضحين برضو في مثلا لما بنيجي نعمل الفيس بياخد كذا مرتين اثنين او سبعة او كذا، فدي بتبقى برضو اقتصادية مع الناس شوية علشان بقى غالي قوي الواقي الشمس يعني. امتى تعرض للشمس؟ المفروض علميا هنتعرض للشمس قبل الساعة 10 او بعد الساعة 4 او 5، بتبقى يعني ايه مفيش فيها الهرم الإيذاء للبشرة معايا حضرتك، فدي الفترة اللي بتبقى فيها أكثر أمانا، دي الفترة الآمنة. ولذلك أنا يعني رأي سيادة الرئيس إن احنا نشتغل من الساعة 5 لغاية الساعة أو من الساعة 6 لغاية الساعة 12، ده شيء عظيم، ده شيء للصحة وللعقلية والبدن، شيء فوائده كتيرة جدا. وغير الفريش، ان انا كده بعيد عن الفتره الخطره للشمس. الشمس طبعا احنا برضو العمليه كلها ان احنا مناخنا اتغير تماما. يعني السنه دي ما شفناش درجه حراره بالطريقه دي، والرطوبه عاليه، ففي حاجه مش مظبوطه في المناخ. برضو الحاجه المخيفه قوي ان احنا بنشوف بنات، وده شيء غريب، في المصيف بيطلعوا المصيف وهم حاطين فول ميك اب. ايه خطوره هذا؟ لا طبعا، لا الميك اب او الفول ميك اب الحاجات دي بتقفل لي المسام طبعا بتاعت الجلد خالص. حتى انا بقول لهم يعني يقول لك طب ما انا بحط الصن بلوك وبحط، لا ما ينفعش، خلي بالك. الميك اب في عندنا بعض الحاجات اللي بنسميها دراج فوتو سنسيتيفيتي، يعني بعض الادويه او بعض المستحضرات لما بتتحط وتتعرض لشمس بتدي تفاعل غير لما بتبقى من غير الشمس. بتعملنا حاجه كمان اسمها بيرلوك، بتيجي تلاقي تصبغات ظهرت عليهم، فطبعا بتبقى مش ظريفه قوي. وبعدين احنا دلوقتي بنقول لهم طب انتم راجعين من المصيف تعرضتوا بقى للشمس وعملتوا اللي انتوا عاوزينه، طب ايه يعني العربيه بنوديها صيانه باستمرار، صيانه دوريه، طب الجلد ده ما غلط ان نعمل له صيانه؟ فهو ده دورنا بقى، ان خلاص احنا تعرضنا وفي مشاكل حصلت والكلام ده، نيجي دورنا. طيب في طبقات للجلد بقت حصل عليها تراكمات وحصل عليها ان هي طبقات ميته موجوده، احنا بنبدا بتنظيف البشره، نشيل من فوق. يبقى اول حاجه المفروض الهيدرافيشل اللي احنا بنتكلم عليه ده مهم جدا، لان هو ليه درجات وله مراحل بتعمل، في بخار وفي الترا ساوند وفي بسكرابر بينظف، دي كلها بتشيل بقى كل التراكمات اللي حصلت سطحيه. طيب شلنا الكلام ده كله، ده سطحي، في ايه تاني المفروض بندخل على جوه؟ الكولاجين والالاستين اللي هو
نتيجة تراكمات، أنا مش بقول نتيجة مرة أو اتنين، نتيجة التراكمات اللي حصلت ده لازم نعمله تنشيط. هنشرب مية كتير، هناكل خضروات وسلطة كتير، نحاول النوم يبقى على الظهر، ما نبقاش على جنب من الأجناب، عشان دي بتعمل برضو بتساعد في ظهور التجاعيد. نبدأ في استخدام أجهزة جديدة اللي بتنشط، إذا كان عندنا الهايفو بينشط الكولاجين ضروري نشتغل بعد المصيف، إذا كان عندنا الفيفاتشي ممتاز جدا وسهل وآمن وبتخرج على طول، يعني ما فيش فيه داون تايم، ما فيش فيه وقت إن هي بتقدر تقعد في البيت وما تنزلش الشغل. فالفيفاتشي بيشيل التجاعيد، بيعمل تنسيق اللون، نفس اللون بتاع البشرة، بيقفل المسام وبيدي النضارة. واخد بال حضرتك ده جهاز فاتشي. ممكن بنعمل الدرما بين، كل دي بتساعد على تنشيط وتحفيز الكولاجين ان هو يشتغل، وبالتالي بشيل بدل ما يبقى تراكم السنة دي على السنة اللي فات وهكذا، ندخل في التجاعيد او الشيخوخة المبكرة. اللي احنا شايفينه ده الفيفاتشي، ده الفيفاتشي. الفيفاتشي ميزته ميزته ان مفيش ألم، مفيش ألم خالص، مفيش ألم. وبعدين دي التاب ده سنون ذهب، وبتبقى بتاعت كل واحد، كل واحدة بتاخدها وبتيجي بتعمل الجلسات بيها، مفيش ألم، مفيش أي، هي جاست شوية إريزيما بتقعد 3-4 ساعات، يعني ممكن تعملها الصبح وتنزل شغلها على طول، مفيش مشكلة وميتنج أو أي حاجة خالص. هو ده الجهاز اللي بيدي بتاع النجوم، اللي بيدي جلو أيوة للنجوم نظارة قبل الاحتفالات. أيوة بوسط النجمة لازم تتعامل. لازم تحضر. واحنا داخلين على مجموعه احداث مهمه يعني الفتره الجايه، فالجهاز ده هيستخدم ممتاز كتير. ده بقى بخلاف مثلا اذا كنا هنستخدم درمابين بتشتغل، بس احنا هنقعد يومين ثلاثه اربعه في البيت. ممكن الفراكشنال ليزر برضو بيشتغل وبينشط وبيعمل لي تقشير والحاجات دي كلها، بس برضو هنقعد في داون تايم. فهو على حسب الاكتيفيتي بتاعت البيشنت اللي قدامنا يعني. المرطبات بقى، لو انا بتكلم طبعا استخدام المرطبات على الجلد شيء مهم جدا. طبعا. لان احنا في الصيف الطبقه القرنيه بتفقد الماء بسهوله نتيجه اذا كان عرق او حاجه او رطوبه عاليه والكلام ده كله. فالطبقه القرنيه دي احنا عاوزين نستعيد نشاطها وحيويتها. فالمفروض زي ما هو برضو باين هنا كده ان الطبقه دي لما نعملها هايدريشن نحافظ على، طب هنحافظ ازاي؟ نديلها المرطبات فتحافظ على حيويتها، فبالتالي تمنع التجاعيد المبكره. ودلوقتي برضو حصل طفره في المرطبات دي، ان هي دخلت في النانو تكنولوجي، يعني المرطبات حاجات جميله قوي. مثلا كان الزنك زمان يستخدموه، بس دلوقتي مع تطور وان مش عاوزين ان الجلد يبقى ملايط، فبقى دلوقتي دخل بقى مايكرو ودخل في النانو تكنولوجي، فبقت حاجات سحر. فاللي طالع جديد اجيال جديده قوي بتحافظ، وفي نفس الوقت الشكل يبقى معقول وكويس، ما فيش مشاكل خالص. من الحاجات اللي بتتدرج جدا في فصل الصيف الشعر، شعر بيتدمر في فصل الصيف بنات وشباب. الكلور، حمامات السباحه، في ناس كتير تقول طب تمام احنا سمعنا كلام الدكتور وما نزلناش الصبح بس طول الليل في حمام السباحه. هو الشعر مشاكله معانا في الصيف كتير قوي قوي قوي، زي ما تفضلت حضرتك قلت الكلور بيبقى ده عامل كيميائي كيميكال بيعمل الشعره. ربنا خلقها لها مكونات ولها لستر، لها لمعة خارجية. اللمعة الخارجية بتكتسبها من المية، فلما تشربش مية في الصيف كتير اللمعة بتروح. طب ايه تاني ممكن يحصل نتيجة فقد المية وعدم شرب وعدم ترطيب؟ الشعرة بتتقصف، بتبقى سهلة انها تبقى هشة تتقصف. ولذلك يجوا كتير في الصيف يقول لك يعني نسالهم طب الشعره بتقعد بطولها ولا بتتقصف؟ تقول لك لا دي بتتقصف. فهنا بننصح باستمرار بشرب الميه. وايه تاني؟ ما هو انا دلوقتي لما اشرب ميه، طب واللي اتدمرت او تعبت او حاجه زي دي، يبقى انا هنا لازم اعالج.
طب هنا العلاج ايه؟ هنا العلاج البلازما بتدي حيويه للشعر، الميزوثيرابي بيدي غذاء للشعرايه، بيدي اللمعه، بيدي غذاء للبصيلات فبتمنع السقوط. ده مهم جدا جدا. كل ده ترميم وصيانه ما بعد المصايف. ده الروتين اللي لازم نعمله المفروض بعد. المفروض نبدا ليه؟ انا لو سبت سنة على سنة على سنة بعد كده العلاج مش هيبقى من السهل ان احنا نقدر نوصل للمرحلة اللي ايه كانت قبل الحاجات دي. الكلام ده يحصل immediately بعد المصيف. ما احنا بنقول ما بعد المصيف ان احنا لازم نشتغل علشان نصلح التراكم اللي حصل، لان انا مش عاوز اسيب اثار الدمار الشامل. ما هو المصيف بقى وال اثار. لا لو في ناس يعني في ناس انا برضو بستغرب والله بجد، يعني كل واحد حر، بس مين اللي يقعد يصيف شهر بحاله؟ مين اللي يقعد يصيف شهرين؟ بكتير المصيف بيكون اربع ايام ثلاث ايام خمس ايام حتى يبقى فيها شقه كده. لا طبعا يعني خمس ايام حلوه، رحت صيفت اربع ايام ايه يعني خميس جمعه سبت حتى ورجعت شغلي. يعني ما اعرفش الناس بتقعد. لا هو الترند دلوقتي ان في ثلاث شهور المصايف. لا ده 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 ثلاث شهور المصايف. طب والثلاث شهور دول ما تشتغلش فيهم؟ لا هو الشغل بقى عيب. لا مش كله برضو يعني، في ناس خلاص بقت دي وجهتها ودي الستايل بتاعه. ماشي لو هو خلاص مثلا في المعاش خلص، ولو ان ما يعني الناس في ناس بتشتغل طول عمرها يعني ما فيش معاش ده خالص، وده ده بيشتغل على قدر ما هو قادر يشتغل، لكن حته ان هو يروح يصيف ثلاث شهور دي صعبه او شهرين دي صعبه، مش فاهمها. هي علميا او يعني صحيا هي مش كويسه. مش كويسه طبعا. وماديا بقى دي تبع حضرتك اللي تشوفها. تبعنا كلنا يا باشا. يعني لا اللي احنا بنسمعه الاسعار والفلوس اللي احنا بنسمعها دي غريبه يعني. غريبه يعني ايه الوجبه بكذا والسندوتش بكذا والولاد بيصرفوا مصاريف. نعمل ازاء بنصرف ونعمل ازاء للبشره ونصرف عشان نصلح البشره. طبعا. نقعد بقى من بعد كده نقعد نصرف ويا ريتهم بيصرفوا صح. ده بيقعدوا الاول يجربوا. دي بقى المشكلة الجاي. يعني ان انا ارجع فتوجه ناحيه صالونات التجميل وتوجه ناحيه المدام فلانه اللي فاتحه مش عارف مكان عامل ازاي ومس فلانه والدكتوره فلانه اللي هي مش دكتوره. ما هو دلوقتي ما هم بقوا النصب دلوقتي يا فندم ان هم بيقولوا على فلانه او فلان ان هو دكتور وهو مش دكتور اساسا. ما هو للاسف احنا بيجي لنا كوارث. بيجي لنا كوارث كتيره قوي 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 وانت بتضطر انك تصلح، واخد لي بالك؟ بمنع على النت زي ما حضرتك بتقول بيشتروا فيلر ويحرقوا نفسه. يا خرب اسود. والله حصلت وجات لي في المركز، واخد لي بالك؟ وحقنت نفسها وين وفين؟ تحت العين. يا خبر اسود. طب وده اتعمل ايه؟ بلوى كارثه، واخد لي بالك؟ الناس يعني بقت متهورة. ان تروح لدكتور او تستشير الدكتور لا بقت مشكله عندهم. ودي مشكله احنا بنعاني منها. ليه؟ حتى احنا لما بنيجي نتكلم مع المريض نقول لا ان مثلا الجهاز ده بياخد اربع او خمس جلسات. طب وليه؟ لا فهم فاهمين. لا حد مثلا تيجي تقول لك انا عاوز اعمل كذا يا فندم ما ينفعش. حضرتك تيجي لا احنا بنقول لك بشرتك ينفع معاها كذا، ودي بتاخد جلسة، لا دي بتاخد ثلاثة، دي بتاخد أربعة. دي مهمة قوي. الوعي، الثقافة، الحتة دي مهمة جدا. طب الهايدرا بقى، الهايدرا ده أنا عايز أأكد عليها، نبدأ نشتغل فيه من إمتى؟ بعد طول بنرجع على طول. وفي بقى ناس بيشتغلوا بيه على طول اللي هم حضرتك في نوع من أنواع حب الشباب بيبقى رؤوس البثور المدفونة. ده بيبقى صعب إن هي الدهانات توصل لها بسهولة. فدي هنا لازم بتيجي الاول يتعمل لها الهايدرافيشل، التنظيف الحاجات دي كلها، واخد لي بال حضرتك؟ والاجهزه بتختلف. يعني احنا عندنا احدث الاجهزه فيه والطبيبات اللي شغالين فيه ممرنين عليه كويس قوي، واخد لي بال حضرتك؟ وبقى ليه اضافات. يعني ما عادش ان هو مثلا بخار او التراساوند وكذا، لا ده في دلوقتي حاجات ماسكات بتتحط ان هي بتعمل تنشيط وبتعمل للون والحاجات دي كلها، فبتبقى حاجات كويسه.
اللي احنا شايفينه ده ايه بقى؟ الهيدرافيش. ده الهيدرافيش. ده الجهاز نفسه. ده جهاز الهيدرافيش. الجلسه بتقعد قد ايه؟ لا الجلسه ممكن تقعد نص ساعه. نص ساعه. وكم مره في الاسبوع؟ لا ممكن نقول مره كل شهر، مرتين على حسب الحاله. رجاله وستات طبعا. طبعا. لازم الرجاله تيجي. ستات طبعا. الستات هم اكتر اهتماما ببشرتهم. الراجل يعني البشرة يعني بتيجي في المرحلة الثانية في الاهتمام. احنا هنتكلم على الرجالة. الرجالة بيهتموا بحاجات تانية برضو بتودي في داهية، حاجات بناء العضلات. أيوة واخد الحقن، وده بيضر البشرة. يعني البشرة بالنسبة لنا في الموضوع ده بقى الثانوي. انما لما يجي واحد وراح الجيم وعاوز يعمل التراي ومش عارف ايه والكلام ده، وبعد كده والده يجي معاه والوالد بيعيط ان هو عمل تحليل سالمان وبقى زيرو. شرف كبير لينا وجود حضرتك معانا بجد. نستمتع بهذا الحوار الممتع جدا اللي بيتوغل في قلب المشاكل الجلديه وبيواجهها مواجهه جباره، مواجهه مهمه جدا جدا، لانه فعلا المشاكل دي بقت ايضا جباره ومنتشره وخطيره للغايه. الخوف، كل الخوف من اولئك الذين زي ما بيقولوا تجرؤوا على لقب دكتور فنسبوه إلى أنفسهم أبعد ما يكون عن الطب، ليس لهم علاقة بالطب من قريب أو من بعيد. دول في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. لا ينبغي أن يقال، مع احترامي للإخوة الصيادلة، أنهم أطباء بشريين. الصيدلي صيدلي له كامل الاحترام، ليس طبيبا يتحدث في الأمراض ويشخصها ويعالج. هو مسؤول عن الأدوية، ده الصيدلي. وينبغي أن نقول أنه دكتور صيدلي لو إحنا عايزين ننصب له رقب دكتور، لكن هو المفروض يتقال له صيدلي. والدكتور دكتور. أما بقى كمان الناس اللي خريجي كليات ممكن تكون عملية وبينسبوا نفسهم للمجال ده عشان يتكسبوا من وراء، فدول بيكسبوا من حرام. خلي بالكم من الكلام ده. أستاذنا وضيفي العزيز، القيمة العلمية الكبيرة والرائد القدير، أستاذ الدكتور عبد العزيز الطويل، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية، الأستاذ بكلية الطب وعضو جمعية الأمريكية للأمراض الجلدية وعضو جمعية الأوروبية للأمراض الجلدية والجمعية وجمعية الليزر البريطانية. نورت الناس الحلوة، وشرف كبير لينا. الله يخليك. خليكم دايما مع الناس الحلوة.